مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل عشاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيام البيت الكبير، طبعا بيت كل الأهلوية. النهاردة إن شاء الله فقراتنا منوعة حقيقي. كنا مبارح كمان قبل ما نقول فقراتنا كنا سعداء جدا، كنا حاسين بالسعادة والفخر والفرحة الكبيرة جدا جدا بعد فوز قناتنا قناة النادي الأهلي بلقب أفضل قناة رياضية في عام 2020. مبروك لكل قائمين على هذه القناة. هنتكلم على الاحتفالية وفرحتنا، لكن قبل طبعا ما اخش وكمان فرحتنا النهاردة بمنتخب مصر والأداء الجيد جدا جدا والفوز على توجو 3-1، لكن هنتكلم في كل مواضيعنا وكل ملفاتنا النهاردة إن شاء الله بالتفصيل مع ضيوفنا وكمان مع الفقرة اللي بتستنوها كل يوم ثلاث خط أحمر. خليني أرحب بزميلتي سهام. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم، برحب بيكم ومتابعي برنامج البيت الكبير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات البيت الكبير النهارده يوم الثلاث. الحقيقه زي ما كابتن هاني قال، قناه النادي الاهلي بتفوز بلقب افضل قناه رياضيه في 2020. يمكن ده افضل خبر في 2020 ان شاء الله بعد حصولنا على البطوله الافريقيه باذن الله تعالى. وعايزة أقول لكم أن احنا النهاردة يمكن سعداء جدا بالجائزة دي. ليه؟ لأن احنا النهاردة في وقت قليل جدا اللي كان صاحب الفضل ده بعد ربنا في الأول وفي الآخر انتوا مشاهدينا في كل مكان. أنا عارفة أنه القناة بتحوز يعني نسبة مشاهداتها عالية الحمد لله، خاصة بعد التطوير. وأنا مش بقول أن احنا بنقدم الأفضل، أنا دايما أقول يا رب نكون عند حسن ظن الناس. حتى دي أغلب تعليقاتي مع الناس اللي بتبعت لي، دايما أقول يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. فدايما بنوعدكم أن الأفضل هتشوفوه معانا. واحنا زي ما قلنا في بداية الحلقات خالص في البيت الكبير، نحنا دايما هدفنا مش ان احنا نقدم بس الجيد او اللي يفيد حضراتكم، اللي بيحترم كمان حضراتكم، اللي بيحترم وعي حضراتكم. وافتكر انه في الفترة القصيرة دي احنا يمكن اكتر قناة، مش بقول كده بجد، مش بقول كده عشان احنا ناس او يعني بنطلع من المنبر ده، بس احنا فعلا من الـ مش هقول الاعلاميين، يعني المذيعين اللي ما عندهاش حسابات، ما عندهاش تحيزات لحد، ولا هتسمح لده في يوم من الايام ان يكون. خلي بالك يعني احنا اول ما تفتكري اول ما جينا وبدا الحوار على تطوير قناه النادي الاهلي، كان السياسه العامه هو احترام المشاهد، وبنقدم اعلام على واحد. على قدر المشاهد، وبنحترم المشاهد بقدر كبير جدا. ولا بتطلع، انا اسف عايز اكمل دي، ولا بتطلع كمان تهيج الناس، ولا بتطلع ترمي حته كده علشان السوشيال ميديا تتقلب، علشان مش عارفه ايه يتكلموا عنك النهارده بطريقه كذا. لا، ده بجد مش في بالنا. ده اللي احنا بنحاول دايما اللي احنا نوصله لحضراتكم، ان احنا نقدم معلومه صادقه كمان تفيدكم وتفيد نادينا وتفيد الجمهور. ده خلينا كمان نتكلم ان كمان ان شاء الله على ان شاء الله المستقبل القريب قوي هتشوفوا كمان تطوير على مستوى المحتوى بشكل كبير جدا ان شاء الله. برامج تخش بشكل مختلف، تحسوا ان برامج قناه النادي الاهلي كلها متنوعه، فيها اشكال جديده. التطور بس مش على مستوى الديكورات، لا كمان لا. على مستوى المهنيه نفسها والمقدمين والمعدين والناس اللي واقفه وراء الكاميرات وكل من ساهم في الحصول على هذه الجائزه، بنقول له الف شكر وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ضيوفنا بفكر حضراتكم النهارده معانا عمر البنوبي، عمر الناقد الرياضي، وان شاء الله هيكون حوار مميز كالعاده في اولى فقراتنا. بعد كده ميعادنا مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، يمكن شرفنا قبل كده في البيت الكبير، لكن النهارده بيشرفنا تاني علشان نعمل متابعه لاداء المنتخب النهارده. افتكر انه كان افضل من الماتش الاولاني يعني. فنهارده شريف عبد الفضيل شرفنا علشان نتكلم عن لقاء النهارده، لقاء منتخبنا مع توجو. الفقره الثالثه زي ما تعودنا كل يوم ثلاث، صحيح المره اللي فاتت ما كانوش موجودين عشان محمد فارس كان بيتجوز وبنقول له الف الف مبروك. النهارده محمد فارس واحمد اسامه مشرفينا فقره خط احمر في البيت الكبير باذن الله. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كالعاده. الحقيقه طبعا قناه النادي الاهلي زي ما بقول لكم قناه رياضيه بتحترم اراء الناس، بتحترم افكار الناس. كان خبر جميل جدا جدا بالنسبه لنا كلنا امبارح عشاء النادي الاهلي
وكمان خلينا نتكلم كل الجماهير المصريه اللي بتتفرج على قناه النادي الاهلي، وكمان بنقدم شكر لكل القائمين مره ثانيه على الظهور الرائع لقناه النادي الاهلي. والحقيقه يعني كان انا على المستوى الشخصي يمكن تجربه جديده عليا شويه، لكن الناس بتساندني بشكل كبير جدا، وحضراتكم جماهير النادي الاهلي بتساندني رغم يعني ان انا بقالي 3 شهور بس في هذا المنبر الاعلامي، وانتم عارفين الخضه والرهبه مجرد انك موجود جوه كيان النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، لكن الناس كلها كانت سبورت بشكل كبير جداً. وان شاء الله جداً. يعني بحاول بقدر الامكان اقدم محتوى محترم يليق دايما يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم الكيان اللي انا اتربيت فيه بشكل كبير جدا. ده حقيقي، ده حقيقي، والحمد لله النهارده القناه بقت يعني نتمنى نقول تاني نتمنى ان هي تكون على قد طموحات عشاق النادي الاهلي. والحقيقه زي ما حضراتكم شايفين التطوير اللي بدا يمكن من حوالي 3-4 شهور كده، التغيير لسه مستمر في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه باذن الله بنوعدكم بده، وده كله بعد ربنا سبحانه وتعالى وفقا لرؤية من المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وشركة لايف. الحقيقة النهاردة يعني يمكن على أيديها بيحصل اللي أنتوا شايفينه ده، فنهاردة يمكن بنوعد حضراتكم أن اللي جاي هيكون أحلى إن شاء الله لكل أهلاوي ولكل محب للنادي الأهلي ولكل محب للإعلام الهادف البعيد عن التعصب والمعايير المزدوجة. لو فينا نقول هنشوف التقرير ده عن حصول قناة النادي الأهلي كأفضل قناة فضائية رياضية عربية في الوطن العربي من خلال طبعا مهرجان الفضائيات العربية. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. في تأكيد على جدارتها بعد التغييرات الجذرية والشاملة التي حدثت فيها خلال الفترة الماضية، فازت قناة النادي الأهلي بالمركز الأول بين كل القنوات الرياضية العربية في مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة، وتوجت خلاله قناة الأهلي بهذا الإنجاز الرفيع، حيث تسلم جائزة قناة النادي الأهلي محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف التي تدير القناة في ثوبها الجديد، وبحضور الدينامو محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف والإعلامي المتألق إيهاب الخطيب المدير العام للقناة، والذي تحمل في الفترة الماضية عبء تغيير وتجديد الخريطة البرامجية للقناة. ومنذ ظهور قناة النادي الأهلي للنور في ثوبها الجديد في شهر يوليو الماضي تحت إدارة شركة لايف، وهي محط أنظار عشاق وجماهير النادي الذين يقبلون على برامجها الجديدة المتميزة ويتابعونها على مدار اليوم، لا سيما بعد الوعود التي أطلقها مسؤولو الشركة للجماهير وحققوها، وأولها تحويل القناة إلى تقنية الHD، وجاء التطوير الكبير في مستوى القناة كثمرة طبيعية رائعة وطيبة للتعاون المثمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وشركة لايف، حيث كان الطموح مشتركا بين الجانبين من أجل تقديم شكل جديد مختلف يتناسب مع قيمة كيان الأهلي وعلى قدر جماهيره العظيمة. وقدمت القناة بعد تطويرها عددا من البرامج الجديدة لجماهير النادي الأهلي وأعضائه، وذلك على مدار اليوم كله، بدءا من صباح الأهلي، وبعده برنامج الترند، ثم 6 مساء، وأخيرا برنامج التوك شو الرئيسي للقناة البيت الكبير الذي يقدمه نجم النادي ومنتخب مصر السابق هاني رمزي مع الإعلامية المتألقة سهام صالح، فضلا عن تطوير شكل البرامج القديمة التي استمرت مثل ملك وكتابة. كما تم تطوير الاستوديو الرئيسي لقناة الأهلي بأحدث التقنيات لكي تكون القناة منبرا للنادي وجماهيره، وفي نفس الوقت تكون ملتزمة في رسالتها بكل الروح الرياضية لتستمر بعيدة تماما عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكل متابعي الرياضة في مصر والعالم، وتكون صفحة جديدة مضيئة من كتاب تاريخ القلعة الحمراء الخالد. ومنذ اليوم الأول لتطوير القناة كشف محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف عن أمله وسعيه لأن تكون قناة الأهلي نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي،
في ظل ما وفره من إمكانيات هائلة للقناة التي تغير شكلها تماما لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وأحد أكثر الأندية حصدا للبطولات على مستوى العالم وجمهوره العظيم. وفي الحفل الكبير الذي شهد انطلاق قناة الأهلي في ثوبها الجديد في شهر يوليو الماضي، حرص الأسطورة محمود الخطيب على توجيه الشكر لشركة لايف على التحدي الجديد والصعب، وبعث للجميع رسائل مهمة على رأسها أن الأهلي نادي الوطنية وهذا يفرض عليه واجبات إلزامية تجاه مصر، وأكد أن تطوير القناة يأتي من نهج الأهلي الذي سيسير عليه خلال الفترة المقبلة وهو تاريخ ومبادئ وتطوير، مؤكدا أن كل أهلاوي عليه أن يفخر بتاريخ ناديه وكل ما يحدث من تطوير في القناة وفي الأهلي سيصبح تاريخا يضاف للأهلي في المستقبل. بدايات تأسيس قناة الأهلي كانت فكرة في عام 2004، لكنها الآن باتت الأفضل على الصعيد العربي في مهرجان الفضائيات العربية لتؤكد على أن الفكرة لا تموت والأهلي دائما الأول ولا يعرف حدودا لطموحاته. تاني بنكرر تهنئة لكل القائمين على قناة النادي الأهلي وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. تعالوا بقى نروح لمنتخبنا القومي اللي النهاردة فرحنا بشكل كبير جدا جدا، وطبعا الفوز الكبير على توجو 3-1. خلينا نتكلم ان هذا الاداء وهذا الشكل الجيد جدا جدا لمنتخبنا القومي اهداف جميله ملعوبه، على الرغم طبعا كان في غيابات كتيره ضربت صفوف الفريق عارفين في الفترات الاخيره، لكن طبعا قدر منتخبنا يقدم صوره معتاده للمنتخب المصري لما بيكون كل اللعيبه فايقه وفي مستوى جيد جدا. بنقول مبروك لمنتخبنا القومي، الاهداف طبعا سجلها نجمنا الكبير محمد مجدي قفشه اللي ظهر بمستوى اكتر من رائع، وعندنا محمد شريف كمان العائد من الإعارة بيحرز هدف جميل بعد دقائق قليلة جدا من اشتراكه. وخلينا نتكلم ان كان الهدف أهلاوي مصري من اسيست للشناوي لمحمد شريف، والهدف التالي طبعا نجمنا الكبير محمود تريزيجيه وطبعا محترف دلوقتي في أستون فيلا. خلينا نقول أداء جيد جدا جدا على المستوى الفني على المستوى البدني. كابتن حسام البدري زي ما كنا بنقول ان احنا بننتقد بشكل كبير جدا أداؤه في المباراة الأولى، لكن من حقه ومن حق الجهاز ومن حق اللعيبة ان احنا نقول لا، النهاردة أدوا بشكل أكتر من رائع، استعداد كان على أعلى مستوى، الشكل العام كان جميل جدا، مستوى الأداء، الترابط في الخطوط، كل السلبيات يمكن اللي كلمنا عليها في مباراة القاهرة يمكن 80% اختفت النهاردة، وأدى المنتخب القومي صورة جيدة جدا جدا وقدر يتغلب على توجو 3-1 زي ما اتكلمنا يا سهام. احنا دايما بننتقد بنشوف للصالح العام، احنا دايما سبورت المنتخبنا في جميع الألعاب، يعني طالما منتخب مصر يبقى سبورت ليه، لكن لما بيكون في اخطاء وفي شكل مش مناسب كمان بنتكلم مدوت ليه، يعني زي ما بنقول لمصلحه المنتخب. والنهارده الكابتن حسام البدري واللعيبه بيثبتوا ان هم قادرين ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان يقدموا مستويات افضل. ولاد النادي الاهلي أكيد أكيد تألقوا طبعاً. بشكل لافت يا جماعه، الشناوي تألق بشكل لافت لما زاد عن مرماه ببساله او دافع عن مرماه ببساله الحقيقه. حمدي فتحي النهارده ما حسسناش ان السوليه غايب ولا النني لعب مباراه مهمه جدا في نص الملعب. الف الف مبروك للمنتخب، الف الف مبروك لمصر، وصلنا للنقطه الثامنه وصداره المجموعه اخيرا، وبنحيي اللعيبه. وكابتن حسام البدري اكيد بنقول له شكرا على الصوره الجميله اللي ظهرت بيها النهارده او اظهرت بيها النهارده منتخبنا واسعدتنا. وحق كابتن بدري زي ما بنقول كده وكابتن هاني لسه قايل ان احنا نشيد بيه زي ما انتقدناه قبل كده في المباراه الاولى اللي كسبناها بالعافيه 1-0، فده الحقيقه حقه النهارده ان احنا نقول له شكرا والتوفيق في اللي جاي، واللي جاي يعني واللي جاي افضل افضل باذن الله ان شاء الله باذن الله. نروح لاخبارنا النهارده النادي الاهلي، هنبدا طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي اللي حرص على الحديث مع اللعيبه على هامش طبعا المران النهارده، طلبهم بصفه وبلغه حاده جدا اتباع التعليمات الطبيه والالتزامات بالاجراءات الوقائيه
والاحترازية. زي ما احنا عارفين في إصابات كتيرة جدا جدا بفيروس كورونا والموجة التانية قوية جدا. الكابتن سيد عبد الحفيظ طالب اللعيبة بتوقي الحذر ويخليهم دايما مستمرين في تنفيذ التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقائية وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة يعني في التجمعات، التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، طبعا إلى جانب طبعا استخدام المتعلقات الشخصية، أو كل واحد يكون يحافظ على نفسه بشكل كبير جدا جدا، لان احنا يعني مش عايزين نقول في عرض ان احنا نبعد لو كان على الاصابات داخل الملعب، لكن فيروس كورونا واحنا شايفين الموجه فعلا وفي اصابات كتيره جدا جدا على مستوى اللعيبه. شفنا النني يمكن كانت مفاجاه بالنسبه لنا امبارح اصابته، فالكابتن سيد عبد الحفيظ سهام بياكد على اللعيبه بشكل صحيح. صارم ان هم يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه بشكل كامل. اكيد. طب مهم جدا يا كابتن هاني، وده يمكن بيوصله لكل الجمهور بقى، كل الشعب المصري الحقيقه، لازم توخي الحذر يا جماعه، لازم الاجراءات الاحترازيه لو كنا النهارده بنعملها نزود عليها، زي ما بيقولوا النهارده الجائحه مش عارفين هتطول مين ومش عارفين هتخلص امتى، فالنهارده ده مهم جدا جدا جدا. النواحي الفنيه بقى واستئناف الفريق تدريباته زي ما حضراتكم شايفين النهارده بعد ما بتنتهي فتره الراحه اللي منحها الجهاز الفني للعيبه امبارح وفقا للبرنامج التدريبي. النهارده بيت سوماني المدير الفني عمل محاضره نظريه مع اللعيبه قبل انطلاق المران، بيستعد لمواجهه ابو قير للاسمده يوم السبت اللي جاي في كاس مصر يوم 21 يوم السبت. موسيماني اتكلم مع اللعيبه عن تحديات الفتره اللي جايه بدايه من مواجهه ابو قير يوم السبت في دور الثمانيه، وبعد كده مواصله ان شاء الله مشوارنا في البطوله واللي بتسبق باذن الله مواجهه الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم بقيتوا عارفين مقرر ليها يوم 27 نوفمبر. كمان موسيماني خلينا اقول كان حريص جدا جدا كمان بشكل احترافي كبير على تواجد النهارده، عارفين منتخبنا ما زال المنتخب الاولمبي بيلعب المنتخب البرازيلي، تواجد النهارده يمكن بعد التدريب توجه الموسيماني بجهازه الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ لاستاد القاهره لمتابعه المباراه من الملعب. زي ما احنا عارفين يعني موسيماني كمان حريص انه يشوف اللعيبه، يعني احنا عارفين ان صلاح محسن خلاص رجع، فالنهارده متواجد مع المنتخب الاولمبي، عندنا اكرم توفيق، عندنا ناصر ماهر، عندنا حتى احمد ياسر ريان المعار خارج اسوار النادي الاهلي، كمان بيشوف اللعيبه دول من خلال المنتخب. ده شيء مهم جدا، ده بيدي انطباع ان موسيماني كمان بيتابع كل صغيره وكبيره، وانه موجود في استاد القاهره عشان يتابع اللعيبه لايف من خلال وجوده في المباراه. واعتقد المباراه يعني انتهى الشوط الاولاني 1-0 والمنتخب كان بيأدي بشكل جيد، اداء قدام فريق كبير جدا منتخب البرازيل الاولمبي على مستوى عالي جدا. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ومنتخبنا الاول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. نروح لاثنين من نجوم النادي الاهلي الحقيقه النهارده خرجوا من معسكر المنتخب، ما شاركوش في المباراه الثانيه امام توجو. السوليه طبعا ساب معسكر المنتخب بسبب حصوله على انذارين، هاني طبعا بسبب تعرضه لجزع في الركبه، الثنائي بيخوضوا جلسه تاهيل منفرده في الجيم على هامش المران الجماعي، وايضا انتظموا في اداء البرنامج التدريبي المحدد لهم من قبل الجهاز الفني للفريق، ان شاء الله يكونوا موجودين في المباراه النهائيه الافريقيه. طيب خبر كمان كويس قوي، اعتقد تقدم المنتخب المصري 2-1 على منتخب البرازيل، يعني دي نتيجه كبيره جدا بتدي الثقه في اللاعبين والجهاز الفني. نتمنى كل التوفيق زي ما بقول، ومنتخب الاولمبي منتخب مبشر جدا وواعد جدا ان شاء الله بمستقبل الكره المصريه في خلال السنين اللي جايه. كل التوفيق لمنتخباتنا الشباب، كابتن ربيع ياسين المنتخب القومي مع كابتن شوقي غريب، وطبعا المنتخب الاول مع الكابتن حسام البدري. لسه مع اخبارنا مع المارد الاحمر نادينا النادي الاهلي، طبعا كريم ندفت لاعب الفريق بينفذ لسه برنامجه التاهيلي على هامش مران الفريق النهارده. ندفت ادى تدريبات بدنيه بشكل منفرد والتاهيل في الجيم تحت اشراف طبعا دكتور طارق عبد العزيز، ده اخصائي التاهيل بالنادي الاهلي، بالاضافه لبعض التدريبات البدنيه الجاري حوالين الملعب بشكل مباشر. كل ده ان شاء الله بيحاول يسابق الزمن كمان لرجوعه ان شاء الله في اقرب فرصه، يعني ينتظم في التدريبات الجماعيه لفريقنا النادي الاهلي ان شاء الله. كمان احمد الشيخ النهارده بيشارك في المران الجماعي،
بعد ما تعافى من الإصابة كان عنده كدمة في القدم، كان بيشتكي منها لما كان بيتمرن، والشكوى دي يمكن أبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية. النهاردة بيخضع لفحص طبي للتأكد من جاهزيته قبل ما يشارك النهاردة وانتظامه بصورة طبيعية، وطبعا ده استعدادا لتحديات المرحلة اللي جاية يمكن كان موسيماني النهاردة حتى يمكن كان بيتكلم معهم فيها. صحيح كلهم. صحيح. طبعا كل نتمنى يعني شفاء كل اللاعبين على المستوى الإصابات، وكمان على مستوى الإصابات انتظم محمود وحيد. طبعا محمود وحيد كان غايب برضو للإصابة، انتظم النهاردة في التدريب الجماعي في ملعب التتش. كانت احنا عارفين اشتكى من إجهاد عضلي خلال الفترة اللي فاتت، خضع لبرنامج تأهيلي واستشفائي، النهاردة بيشارك في المران، بيؤكد جاهزيته إن شاء الله. محمود وحيد إن شاء الله يكون جاهز في يعني نقول المعارك اللي جاية، أولها طبعا أبو قير الأسمدة في دور الثمانية في كاس مصر، وإن شاء الله يكون كمان متواجد كعنصر مهم جدا جدا في وجوده من خلال حتى تواجده، حتى لو كان موجود على دقة الاحتياطي، لكن بيمثل شكل قوي جدا للنادي الأهلي. محمود وحيد من اللعيبة المميزة واللعيبة اللي محتاجة كمان تاخد، وأنا في اعتقادي لعيب مميز هياخد ماتشات كتيرة إن شاء الله الفترة اللي جاية، ويكون سبورت طبعا علي معلول طبعا يعني لا غبار عليه، لكن لازم يكون عندنا اكتر من لعيب في نفس المركز على مستوى عالي جدا. نتمنى التوفيق لمحمود وحيد باذن الله. باذن الله. من اخبار النادي الاهلي للاخبار العالميه، وفي خبر مهم جدا بقى ويهم كل عشاق النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب الاهلي يكسب دوري الابطال ويشارك بعدها في كاس العالم للانديه. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا النهارده بيعلن بطوله كاس العالم للانديه السنه اللي جايه بدون ما تتاجل ولا تتلغى. النهارده الفيفا كان له بيان مهم، قال انه قطر هتستضيف كاس العالم للانديه، وكان طبعا ليها يعني كان في وقت طبعا سابق مقرر ليه انها تتلعب، يعني الدوره دي انها اتلغت او هتتاجل. لا خلاص النهارده ان شاء الله 1 فبراير ان شاء الله، من 1 فبراير ل 11 ان شاء الله اللي جاي، طبعا وسط اجراءات احترازيه زي ما كلنا عارفين مشدده جدا بسبب فيروس كورونا. ومن المعتاد إقامة كأس العالم طبعا للأندية بمشاركة أبطال القارات لجانب طبعا بطل الدوري في البلد صاحب الأرض في ديسمبر اللي جاي، لكن طبعا تأجيل المسابقات بسبب كورونا بيجبر الفيفا النهاردة على الموعد الجديد ده في فبراير. كل التوفيق طبعا، وده كمان نوع من أنواع التحفيز إن شاء الله لفرقتنا. فرقتنا مش محتاجة تحفيز أكتر، لكن كمان إنك تشارك إن شاء الله بإذن الله حصولك على هذه البطولة والمشاركة في كأس العالم دي طبعا شرف كبير جدا. والنادي الاهلي كان اول الانديه اللي لعب كاس العالم للانديه، وكان شرفنا بميداليه وحصوله على المركز الثالث. نروح لخبر ثاني، طبعا 4 اصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الاوكراني. تاجل من خلاله المنتخب الاوكراني كان هيلعب المنتخب السويسري في الجوله الاخيره من المجموعه الرابعه بدوري الامم الاوروبيه. احنا عارفين المنتخب الاوكراني لعب مباراه وديه ضد نظيره المنتخب الفرنسي وخسر بنتيجه ثقيله جدا 7-1. افتقد 10 لاعيبه من فريقه بسبب اصابات فيروس كورونا، وكانت النتيجه المسحه ايجابيه لثلاث لعيبه كمان، يعني 3 لعيبه بالاضافه ل 10 لعيبه، وبالتالي وصل عدد لعيبه الى 13 لعيب مصاب بفيروس كورونا في فريق اوكرانيا، وبالتالي تاجلت مباراته امام المنتخب السويسري. دلوقتي هم في فتره العزل طبعا. صحيح. في احد الفنادق في سويسرا، فيعني الموضوع كبير، موضوع كورونا كبير يا جماعه. النهارده ليفربول كان النهارده بيفتتح مركزه التدريبي الجديد. المركز ده اخذ رقم قياسي جدا في بناء، يعني اخذ 722 يوم فقط من وقت البناء لحد دلوقتي 722 يوم بس. النهارده كان بيحتفل بالافتتاح المركز الجديد ده. المركز التاريخي اللي كان بيتدرب فيه ده ما كانش المركز التدريبي بتاعه، يعني ده قعدوا يتدربوا تقريبا اكتر من 70 سنه. ليفربول النهارده بيسيب المكان ده بعد حوالي اكتر من 70 سنه وخلاص بيرحل لمركزه الجديد اللي انتم شايفينه دلوقتي في الفيديو ده. طبعا يعني صرح كبير جدا جدا، والسبورت كومبلكس الخاص بالانديه دوت
يعني ده يتضمن عدد كبير جدا من الملاعب بشكل كبير جدا، كمان غرف خلع ملابس على اعلى مستوى، بنتكلم على غرف اجتماعات وكونفرنس روم، يعني كومبلكس كبير جدا على اعلى مستوى. ده طبعا ليفربول بيفتتحه النهارده، و محمد صلاح ان شاء الله بعد عودته يكون من اللعيبه اللي هتتمرن ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا محمد صلاح والنني كل اللعيبه ان شاء الله، كمان العوده بقى كمان خلاص للبريمير ليج، وعوده اللعيبه ان شاء الله للمعترك المحلي باذن الله يكونوا على اعلى مستوى في اكتر صحه ان شاء الله، كله يكون سليم باذن الله ان شاء الله. اخبارنا خلصت بعد فاصل عمر البنوبي ناقد الرياضي، واولى فقراتنا في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم، والفقرة المميزة دايما فقرة بتستنوها من الثلاث للثلاث مع المتميز المتألق دايما عمر البنوبي. مساء الخير يا عمر. مساء الخير كابتن هاني، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الناس بتنتظرك كل يوم ثلاث، وانا متابع ما شاء الله، يعني الفقرة يعني الناس بتتابعها بشكل كبير جدا، ادائك والماتيريال والشكل المختلف اللي زي ما بنتكلم بره الصندوق والمعلومات الكتيره دي بتبقى يعني حاجه مميزه جدا واضافه لينا يا عمر. لا لا، هي اضافه طبعا لي انا، لانه على شاشه قناه النادي الاهلي في وجود اسطوره من اساطير الكره المصريه زي حضرتك، انا سعيد بالكلام ده طبعا، وبتابع ردود الفعل شويه، بس يعني نتمنى نكون بنقدم حاجه عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي. وطبعا اعلام النادي الاهلي، وانت زي ما انت شايف كنت متابع امبارح يعني طبعاً جائزه افضل قناه رياضيه 2020 النادي الاهلي فاز بيها امبارح. كان احساسك ايه يا عمر وانت جزء من اللي ساهمت، ولو حتى كلنا بنشارك باجزاء صغيره جدا عشان نطلع محتوى محترم يعني يليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، كان يعني استقبلت الخبر ده ازاي؟ ده يعني هو الحقيقه مش جديد على النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بلاس 90 كده بيجي في اخر دقيقه ويسجل الانتصار، وده تقريبا اللي حصل في وقت قياسي. كان التغيير الكبير اللي الناس شافته في القناه شكلا وموضوعا، اجتهاد طول الوقت من كل الناس اللي موجوده كاداره والشركه وكل عناصر القناه وفريق الاعداد، كل فريق العمل، انه يطلع الماده الاعلاميه اللي تليق باسم النادي الاهلي، انه نكون دايما على قدر اسم ومستوى النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي مش بيقبل باي حاجه وما يليقش بيه اي حاجه. واعتقد انه الجائزه دي تتويج لمجهود كل الناس اللي اشتغلت، ويعني اقل حاجه تكون كمان لاعلام النادي الاهلي والقناه النادي الاهلي ان شاء الله، وزي ما بنوعد جماهيرنا، وان دي مسؤوليه، وان شاء الله على قد المسؤوليه والقادم يكون افضل ان شاء الله على المستوى الاعلامي على المستوى المحتوى باذن الله. طيب عمر، نروح يعني لمنتخبنا القومي، ويعني مباراه توجو اللي اعتقد محت اشياء سلبيه كثيره جدا من مباراه الذهاب في القاهره. رؤيتك الفنيه واداء المنتخب الأكثر من رائع على المستوى المعنوي للكابتن حسام البدري ولاعبته وجهازه بعد فترة انتقادات يمكن لازعة إلى حد ما في السوشيال ميديا، في الصحف، من خلال البرامج بعد الأداء الغير مقنع في مباراة القاهرة 1-0؟ يعني خلينا كابتن نقسمها جزئين، جزء مباراة الذهاب كان لها ظروفها برضو، منتخب بيتجمع بعد فترة طويلة بدون تجمعات، بدون مباريات ودية لظروف الدوري وغيره، لكن في النهاية أنت قدرت أنك تكسب وتاخد 3 نقط وتكسب 1-0. ما كانش الأداء مقنع لأي حد، أي حد بيتفرج مش هيبقى مقتنع باللي شافه، لكن في مباراة الإياب وبمجموعة من اللاعبين اللي يتقال عليهم هم محليين لكن هم لاعبين محترفين في الدوري المصري، مع تريزيجيه، مع الشناوي، كوكا قد على قد برضه ما قدر، ولو ان نفس المشكله بتاعت كل مره انه بيجي من اليونان مكسر الدنيا، هنا طريقه اللعب اتلعبت له على كره عرضيه واحده اعتقد، يعني اللي شفته. فمش بس ده محور الكلام، لكن كابتن حسام البدري انا مش عاوز يركز مع الانتقادات، لان النهارده اول تصريح شفته لكابتن حسام بعد المباراه انه النقد كان غير موضوعي وغير بناء الفتره اللي فاتت. المفروض كابتن حسام البدري هو عنده مهمه بينفذها، المفروض يبص على الارقام في الاول وفي الاخر، هل انت اديت دورك ولا لا، وهو برضو قال الكلام ده. انا في النهايه بفكر ان انا بعمل الصح للمنتخب وما ببصش للانتقادات. اوكي، انا مش عايزك تشغل بالك اصلا بالانتقادات، يعني ما تحطهاش دايما في جمله مفيده، خليك اشتغل، انت مدير فني منتخب مصر واخد كل الدعم من اللجنه الخماسيه، مفيش اي مشاكل متصدره لك. شيء وارد في كره القدم، انت عارف طبيعيه، وخصوصا انه في شخصيه مثلا بيبقى لها رصيد عند الجمهور كبير، وفي شخصيه كابتن حسام ممكن التجربه الاولانيه مع المنتخب الاولمبي ما كانتش ناجحه قوي،
فبرضه لسه رصيده كمدير فني منتخب ما كانش لسه جديد. انت بتبني يا كابتن حسام الرصيد دلوقتي، فما تصدرش لنفسك ضغوط طول الوقت، ما تبقاش معايش نفسك تحت ضغط طول الوقت. المنتخب لعب وكسب، وكسب 3-0 وادى بشكل كويس الى حد ما، وفي ظل الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها. وبالتالي اعتقد ان الفتره اللي جايه هتكون افضل، بس المهم دايما نبص على الارقام. هو دلوقتي المنتخب قدر انه يتخطى المباراتين بتوع توجو ذهابا وايابا في ظروف صعبه، اخذ 6 نقط، دلوقتي على الصداره مناصفه مع جزر القمر 8 نقط. اعتقد انه المباراتين اللي جايين في مارس اللي جاي فلسه بدري، هيبقى في وقت للتحضير، هيبقى اعتقد الوضع التأهل مختلف شويه. التأهل يعني في اعتقاد الشخصي مصر تأهلت بشكل بنسبه غير كبيره رسمي، لكن بنسبه يعني كبيره. احنا محتاجين يمكن نقطه من الماتشين اللي جايين بالزبط. عندنا يعني ماتشين في مارس ان شاء الله نحقق فيها كمان. مهم ان احنا نحقق العلامه الكامله بالزبط. مهم جدا انك تكون كمان لما بتبص في جدول التصفيات والفرق، في الجزائر وصلت، بتتكلم على السنغال وصلت اول فرقه افريقيه تصل للنهائيات، بتتكلم على تونس، بتتكلم فدور بيفرق حتى على زي ما انت بتقول، بتمنع شويه ضغوط اعلاميه، ترفع عن نفسك الضغوط بالظبط، بتشتغل في جو هادي شويه. انت ممكن توصل للنهائيات يعني توصل بالعافيه او توصل بشكل او على اخر ماتش او على حسبه بيرما ونقطه والكلام ده. فالمباراتين كمان بتوع المارس اكيد على المستوى المعنوي والفني مهمين جدا. يعني انت هتروح تلعب مع كينيا بره على ارضها، وهتلعب جزر القمر هنا في مصر. جزر القمر معنوياته مرتفعه جدا، بينافسوك في صداره المجموعه، وده كان شيء غير متوقع. كان الناس بترشح توجو ومصر، لكن فجاه لو الوضع مختلف. كينيا منتخب عنيد رخم بلغه الكوره، هتروح تلعبه في كينيا الموضوع مش هيبقى سهل. لكن اعتقد انه احنا ماشيين للافضل ان شاء الله، ماشيين للافضل باذن الله. وانا شايف كمان احنا ماشيين للافضل على مستوى المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي انت عارف كان في دوره ثلاثيه، لعبنا المباراه الاولى امام كوريا وكان فيها التعادل. النهارده وما زالت المباراه مستمره، مباراه امام المنتخب البرازيلي، واعتقد النتيجه ما زالت يعني 2-1 للمنتخب المصري. شايف استعدادات كابتن شوقي غريب وجهازه ازاي لطوكيو السنه اللي جايه؟ يعني انا شايف ان كابتن شوقي غريب يعني بطل امم افريقيا تحت 23 سنه، ما كانش محظوظ شويه في تاجيل الاولمبياد، و حضرتك مدير فني كبير وعارف لما بيتلخبط لك الجدول بتاعك وترتيباتك تحضيراتك اتفاقاتك مع المنتخبات على المباريات الوديه بتبقى مشكله. لكن قدر بسرعه انه يلم ورقه، وقدر بسرعه انه يعمل دوره وديه زي دي كمان مع منتخب كوريا الجنوبيه، منتخب البرازيل في الظروف اللي احنا فيها، لكن كمان مع مدرستين في الكوره كبار قوي، وده احتكاك بيدي خبرات للعيبه وبيرفع كمان عنهم لما يجي داخل اولمبياد الضغوط انه هيقابل منتخبات كبيره. لا ما انا اوريدي لعبت البرازيل وممكن اكسب البرازيل، ولعبت كوريا بيلعبوا كوره سريعه وبيتحركوا بسرعه جدا، مدرسه مختلفه. يمكن الجوهري الله يرحمه كان بيعتمد على حته كوريا دي كتير، يعني كان دايما يسافر كوريا لانه مدرسه مختلفه في الكوره فيقدر يطبق فيها حاجات معينه. فانا شايف انه ده اعداد جيد جدا انك تكون لحد دلوقتي متقدم على البرازيل، وعلى الاقل عامل ماتش كبير كمان قدام منتخب البرازيل، وجايب نجوم ولاعيبه كبار جدا بالمناسبه، بيلعبوا في اياكس، بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا. فاعتقد انه ده دليل على انه التشكيل بتاع المنتخب او العناصر اللي اختارها كابتن شوقي غريب بتأدي بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يوفقهم في طوكيو باذن الله. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما بنقول ده يعني بداية جيل جديد، تكوين جيل جديد للمنتخب. المنتخب الأول أعتقد إن شاء الله بعد الأولمبياد معظم لعيبة المنتخب الأولمبي بالإضافة للعيبة المميزة في المنتخب الأول، هنكون تشكيلة كبيرة جدا ونوسع قاعدة كبيرة جدا لمنتخبنا القومي إن شاء الله، وكل التوفيق. طيب نطلع بقى بره الصندوق ونتكلم على بعض يعني الأخبار والمعلومات اللي بنعرفها منك لأول مرة. على سبيل المثال يعني واحنا بقرا كده السكريبت لقيت في حارس مرمى يوناني بيلعب للمنتخب المصري. يعني استغربت ازاي يوناني وبيلعب للمنتخب المصري حارس مرمى، يعني تشرح لنا الجزئيه دي يا عمر؟ يعني هي طبعا في تاريخ الكره المصريه يمكن احنا عمرنا ما اعتمدنا على التجنيس ابدا، يمكن في منتخبات كتير بره ممكن تعتمد على تجنيس لعيبه انها تجيبهم وتديهم الجنسيه علشان يلعبوا المنتخب، لكن مصر مستحيل تعمل ده، لا عملته قبل كده ولا تعمله بعد كده. لكن ازاي حارس مرمى يوناني هو حارس مرمى منتخب مصر الاول؟ ده لانه باراسكوس تيرميريتس، وده حارس مرمى نادي اولمبي القناه في الخمسينات، في بدايه الخمسينات.
هو من اب وام يونانيين بس مولود في بورسعيد، مولود في بور فؤاد تحديدا. أوكي. وابتدى يلعب كوره في شوارع بور فؤاد، ثم وصل انه لعب لنادي اولمبي القناه وكان بيدربه المدرب الفرنسي وقتها بول بلان، وصعد مع اولمبي القناه من الدرجه يعني الممتاز ب للدوري الممتاز. جيل طبعا كان فيه محمد ابو جريشه، الكلام ده سنه 53 54، يمكن كان البنيان بتاعه قوي جدا. هو كان عيلته تشتغل في هيئه قناه السويس، وموضوع الشحن هو ده باراسكوس. ده باراسكوس يمكن صورته على الشاشه. فكان يمتاز بقوه يعني كبيره في ايديه، وبيقدر ان هو يعني يكون صلب في الملعب جدا، فلفت الانظار جدا. ده مع منتخب مصر بالمناسبه، مع اول بطوله افريقيه خدتها مصر. القصة باختصار انه كان ساعتها موجود في مدرب كان يوغوسلافي اسمه ليوبيسا بروشيشت. بروشيشت ده من اشهر المدربين في تاريخ الكوره، درب برشلونه، درب يوفنتوس، وجي درب منتخب مصر، ودرب بي اس في ايند هوفن. يعني من اعظم المدربين الحقيقه اللي اشتغلوا زمان في اوروبا الشرقيه وفي اوروبا وحتى في الخليج لفتره طويله. هو شاف انه اقوى حارس موجود في الدوري المصري هو باراسكوس، فقال له انت تحب تلعب منتخب مصر؟ قال له طبعا، انا مولود في مصر وانا ما بعتبر نفسي مصري يعني. واخد الجنسيه المصريه وابتدى يشارك مع منتخب مصر تحديدا سنه 57. في الوقت ده يمكن منتخب مصر كان ده باراسكوس في مباراه لها قصه، دي مباراه منتخب مصر، مباراه منتخب مصر واليونان يا كابتن واليونان. لكن تتخيل انه لعب قدام منتخب اليونان ثلاث مرات مش مره واحده، ثلاث مباريات قدام منتخب اليونان بس. يعني خلينا في الاول الحكايه مشيت ازاي. هو بعد ما انضم، ودي حكى لي الدكتور طه الطوخي يعني، وكمان كابتن حسن امين وهم عاصروه وكانوا موجودين في الوقت ده، لما مدير فني منتخب مصر بروشيش وقتها طلب منه انه ينضم لمنتخب مصر، فاخد الجنسيه ولعب منتخب مصر. بدا بدوره العاب البحر المتوسط، وكانت مباراه ضد ايطاليا، ومصر كسبت ايطاليا في دوره العاب البحر المتوسط في بسكارا في ايطاليا على ارضها سنه 57. كان اعتقد كسبنا 1-0. كان باراسكوس هو الحارس الاساسي. يمكن لما كان شويه باراسكوس يبقى يعني مصاب ومكمل متحامل على نفسه، اللي كان بيشجعه من بره كان كابتن عادل هيكل الله يرحمه. كابتن عادل هيكل حارس مرمى كبير، كان بيعتبر انه باراسكوس هو مثله الاعلى في حراسه المرمى، ودي حقيقه. وامتدت العلاقة إلى أن توفى الله باراسكوس وكابتن عادل هيكل يعني، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي في الموضوع. يعني عاوز أقول لحضرتك إنه باراسكوس بعد ما لعب 57 بطولة بحر المتوسط، لعب أول نسخة من كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وكان هو الحارس الأساسي حتى في الفاينل قدام أثيوبيا، وقدر إن هو يعني ما دخلش فيه جوال في ماتش الفاينل. أخذ البطولة مع منتخب مصر، أول كأس أمم أفريقية. كمل في مصر في الكورة لحد ما جه وقت إن هو قرر يسيب مصر بقى مع الظروف السياسية والتغيرات وكده، وسافر على أستراليا. في أستراليا اتجه للتدريب شوية 5-6 سنين تقريبا، لكن بعد كده قرر إنه يبطل ويقطع علاقته بالكورة تماما. في الوقت ده حكايه ماتشات اليونان ايه بقى؟ هي الصعوبه كانت هنا، انه ازاي انت يوناني وبتلعب في حراسه مرمى منتخب مصر ضد منتخب اليونان، وفي اليونان كان اول ماتش في اليونان قدام 25,000 متفرج، وردود الافعال ايه والناس كانت تستقبل ده ازاي؟ الجمهور اليوناني شتمه كتير جدا يا كابتن. وساعتها كان نور الدالي نجم نادي الزمالك وقتها يقف ورا يقف هو في الملعب ويشجعه يقول له ما تخافش وما تقلقش وتكمل وما فيش مشكله وكمل المباراه. وبالفعل في الماتش ده انا فاكر انه يعني النتيجه شفتها 1-1، المباراه انتهت ما كانتش مباراه سهله يعني، لا هو استسلم للضغوط والشتايم وضغط الجمهور ولا منتخب مصر خذله يعني. في النهايه الفريق كان قوي جدا، قدروا ان هم يتعادلوا. كان السيد الدوزري هو اللي سجل هدف منتخب مصر في المباراه دي، ثم بعد كده منتخب مصر بمشاركه باراسكوس كسب اليونان 2-1 في مباراه وديه برضه في اليونان، ثم في مصر هنا برضه تعادل منتخب مصر مع منتخب اليونان تاني. فالتجربه نفسها كانت تجربه مختلفه، هي مش تجربه تجنيس لان هو مولود في مصر اوريدي وعاش حياته كلها في مصر. لا هو مش يعني ما يعتبرش مجنس يعني، بالظبط يعني مولود في مصر، هو مولود في مصر اصلا يعني، هو مواليد 10 يناير سنه 31. يمكن ذكرى وفاته كانت من يومين بالظبط، يوم 15 نوفمبر 2018. اعتقد ان التجربه نفسها مختلفه شويه، ما اعتقدش ان احنا
مفيش اعتقد في تاريخ مصر مفيش تاريخ مصر اصلا حد يعني خد جنسيه حد مصر علشان يلعب منتخب مصر ابدا ولذلك عشان احنا يعني دايما انا بعمل حساب انه دايما بره بيبص علينا وبيتناول كل اللي احنا بنقوله هنا لان احنا على شاشه قناه النادي الاهلي وبشدد تاني على فكره انه عمرها ما كانت فكره تجنيس لا انا ده واحد مولود في مصر لكن التجنيس ده بيعملوه ناس تانية اصدقائك في اليونان كانوا بيقولوا تجنيس يعني انت ليك اصدقاء كتير في اليونان كتير بس هم اولا هم اتفاجئوا جدا اتفاجئوا جدا بقصه باراسكوس ليه بقى يا كابتن لانه رفض تماما يشتغل في الكوره بعد ما ساب مصر هو علاقته بالكوره كانت مصر كان يحب مصر جدا يمكن ده باراسكوس في اليونان في مراحل العمر متقدمه شويه كان مشجع نادي بنسانيكوس هنا بمناسبه الصوره دي يا كابتن يعني يا ريت نقف عند الصوره دي شويه طب خلينا عند الصوره دي شويه الصوره دي شباب. فيها رساله مهمه قوي يا كابتن هاني يعني باراسكوس لما سافر استراليا وبعد كده استقر في بلده في اليونان وكون اسرته وعاش هناك وكمل حياته كان على طول كابتن عادل هيكل الله يرحمه يتصل بيه ويتكلم معاه لانه كان صديقه يعني الشخصي وصداقه قويه جدا في الصوره دي كانت اخر زياره لباراسكوس لمصر كان سنة 96 96 اخر زياره 96 اخر زياره لباراسكوس مصر لو تفتكر في الوقت ده يا كابتن هاني كانت المنافسه محتدمه قوي بين الاهلي والزمالك صحيح. لو بصينا في الصوره دي هتشوف ان في الصوره فيها نجوم واساطير من نادي الزمالك ومن النادي الاهلي هتشوف كابتن عادل هيكل الله يرحمه دكتور طه الطوخي ربنا يديله الصحه استاذ عبد الفضيل طه الاستاذ نصف سليم كابتن حنفي بسطان كابتن زكي عثمان يعني ودول مع باراسكوس ايه مناسبه الصوره دي والشخصيات اللي هم اساطير من الاهلي ومن الزمالك ده كان تكريم لباراسكوس منهم من نجوم النادي الاهلي جوه النادي الاهلي ومن نجوم نادي الزمالك جوه نادي الزمالك بحضور نجوم الفرقتين التعصب ده احنا بنشوفه على السوشيال ميديا بس يعني انا شايف يعني انت شايف الصوره ومعبره جدا وكويس انك بتقول لنا دي في اوقات احنا دايما بنقول يعني يا جماعه مباراه النادي الاهلي والزمالك عايزين الامور تمشي بهدوء المباراه تاريخيه بالنسبه لمصر اولا قبل ما كل الاهلي والزمالك النقطه اللي بتتكلم عليها مهمه جدا ان وجود نجوم النادي الاهلي جوه نادي الزمالك لتكريم شخصيه كان بيلعب في منتخب مصر وحصل نفس الشيء ان تكرم برضو تكرم برضو في النادي الاهلي ونجوم الزمالك كانت موجوده في النادي الاهلي ما كانش بالزبط. فيه الصوره البشعه من العصبيه واللي بتتصدر دلوقتي وهي مش موجوده يعني على ارض الواقع جوه منتخب مصر لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك اصدقاء شفنا مصطفى محمد مع محمد الشناوي في الصور طبعا. وشفنا قد ايه هي الحاله الطبيعيه انه في النهايه الكوره هي منافسه مجرد منافسه في الملعب انا بتفوق لان انا افضل او موفق او انا عناصر اللي عندي احسن التاريخ واضح مش هنعيد كتابته لكن في الاول وفي الاخر الموقف ده انه هو حارس مرمى مصري يوناني ولعب منتخب مصر وخد بطوله مع منتخب مصر وشارك في مباريات كبيره يجتمع نجوم الاهلي والزمالك انهم يكرموه اعتقد ان احنا محتاجين الرساله دي دلوقتي يعني يمكن باراسكوس في العالم الاخر خلاص من سنتين توفى لكن ذكرى وفاته من يومين والنهارده الرساله دي واضحه نعتبرها رساله من العالم الاخر يعني لجمهور الاهلي والزمالك يشوفوا التاريخ كان شكله ايه ويشوفوا العلاقه الطيبه ما بين الاهلي والزمالك كان شكلها ايه والاحترام المتبادل بين كل عناصر المنظومه سواء اهلي زمالك اسماعيلي اي نادي في النهايه هي منافسه كره قدم في الاول وفي الاخر اعتقد انه التجربه دي تجربه مختلفه شويه في تاريخ الكره المصريه جدا يعني اتكلمت مع ماريا بنته هي يعني موجوده عايشه في اليونان بتقول لي ان هو محتفظ كان الله يرحمه محتفظ بكل الجرايد اللي كتبت عنه في مصر اثناء ما كان موجود في مصر محتفظ بيها وما زالت موجوده عنده في مقتنياته في بيته لحد النهارده كل الجرايد اللي كتبت عنه لدرجه ان هو قال لهم انا علاقتي بالكوره هي مصر يعني طالما انا بعيد عن مصر يعني قال مش عايز اشتغل تاني في الكوره بعد عن كل اعتزل يعني اعتزل ولا مدرب ودرب شويه وبعد كده بطل وهنا دي زياره برضو لمصر مع بنته ماريا في نادي بور فؤاد نهائي قناة السويس في بور فؤاد يعني هو كان عاشق لمصر كمان يعني ما كانش بيقطع الزيارات وكان بيتواجد طول الوقت اعتقد كمان انه الفكره نفسها انه كنت اتمنى انه اتحاد الكوره هو اللي يبادر بانه يكرم اسم باراسكوس اللي هو حارس مرمى مصر في اول بطوله افريقيه اخذها المنتخب الوطني اعتقد انه الاهلي والزمالك كرموه عن طريق نجوم الناديين قبل كده وفي حياته كان بالاولى على المستوى الدولي كمان لكن بالزبط. انا في اعتقادي الشخصي يمكن يعني زي ناس كتير اعتقد حتى ما حدش في اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره عنده فكره عن
موضوع هذا الحارس اليوناني المصري بشكل كبير جدا. ف وكنت لسه بتكلم معاك يعني شاغلهم بصراحه، انت عارف السوشيال ميديا والاجواء بصراحه يعني محتده بشكل كبير جدا، حتى على مستوى الاتحاد والاخطاء اللي واقع فيها الفترات اللي فاتت. انا بيهمني جدا جدا الصوره اللي انت نقلتها عمر في عمليه نبذ التعصب طبعاً. وان احنا داخلين على مباراه كبيره جدا، مباراه تاريخيه لمصر والاهلي والزمالك بشكل كبير جدا، واللي هيكسبها هيروح كاس العالم. كل ده ما عندناش اي مشكله فيه، لكن الجزئيه الاهم انك ازاي ننزع بقى فتيل التعصب ده بشكل كبير جدا. والصوره اللي انت قلتها ديت، وجود نجوم النادي الاهلي في الزمالك ونجوم نادي الزمالك في النادي الاهلي، دي صوره معبره عن الزمن اللي احنا بصراحه بنفتقده من خلال نجوم كبار جدا، ومن خلال الاجواء اللي انا جزء وعشت من الاجواء ديت، ما كانش فيه هذا التعصب خالص يعني. لا اعتقد انت يا كابتن في معسكرات منتخب مصر هل كانت بتتصنف اهلي والزمالك؟ ما اعتقدش. مستحيل يعني، والا ما كنتوش وصلتوا كاس عالم، ما كنتوش اخدتوا امم افريقيا، والجيل اللي جه بعدكم وكمل نفس الحكايه برده، كان موجود نجوم من النادي الاهلي ونجوم من نادي الزمالك قدروا انهم ياخدوا بطولات ويادوا بشكل يعني مشرف للكره المصريه. اعتقد ان الحكايه ابسط بكتير من انها تتحول لخناقه. دي اعتقد خناقه السوشيال ميديا، ودي بالزبط. اعتقد حتى للناس الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد واللي بتحب نادي الزمالك بجد ما عندهمش هذا النوع من العصبيه. تحب ناديك بشكل مباشر لا شك في كده، لكن بتحترم المنافس، بتحترم اسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك والاسماعيلي، والمنافس يحترمك برضه، وده رد الفعل يعني الطبيعي. بس انا اعتقادي السنوات الاخيره يا عمر هي السوشيال ميديا، بدات الدنيا تتفتح بشكل كبير جدا، وبقت الاراء السلبيه كتير، وبقى بصراحه اللي بيقول راي محترم بيقول عليه انت يعني مالكش مكان في عالم السوشيال ميديا الجديد للاسف يعني. لكن انا على ثقه كمان ان الموضوع ده مش هيطول يعني، الموضوع ده اكيد هنوصل لنقطه ان شاء الله ويبقى الامور تتحسن فيها بشكل كبير. ده دور، وهسالك دور مين بالشكل المباشر، حط لي 3-4 خطوط كده، دي ادوار مين بالظبط عشان نوصل لعمليه الهدوء، وعمليه خلينا نرجع تاني اخلاقنا بتاعت زمان على الاخلاق الرياضيه زي ما بيقولوا. هو انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن هاني، النهارده 17 نوفمبر، 17 نوفمبر ده طبعا اعتقد ذكرى يعني انت ضحكت على طول، ذكرى صعود منتخب مصر لكاس العالم 90، اول صعود حقيقي لكاس العالم بتصفيات يعني 34 جهد مشكور لكل الجيل اللي كان في 34 وقدر يصعد كاس عالم، لكن جيل 90 ده كانت حاجه مختلفه قوي. لما نقول انه كان يوم المباراه الجزائر اللي كانت زي النهارده من 31 سنه تقريبا، من زمان قوي صحيح 31 سنه، بتتكلم انه جمهور مصر كله كان بيهتف لمنتخب مصر وبيهتف جوهري علشان كابتن جوهري الله يرحمه. مظبوط. كان عامل حاله مع جمهور الكره المصريه في وقتها، لكانت الحكايه ما كانتش اهلي وزمالك في الوقت ده، وكان جمهور الاهلي والزمالك هم جمهور منتخب مصر. وبالتالي انا شايف انه يعني بالذكرى بتاعه النهارده دي، انا كنت اتمنى كمان انه وسائل الاعلام تشتغل عليها شويه. انا شايف مجهود مشكور من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، من الهيئه الوطنيه للاعلام، من الهيئه الوطنيه للصحافه نفسها عملت برضو مبادره لنبذ التعصب في الصحف القوميه. ده كل ده كويس، لكن اتمنى ان الجمهور يتفاعل. ازاي الجمهور يتفاعل مع ده؟ انا شايف ان ده دور كمان نجوم الكوره بقى، نجوم الكوره اللي لهم شعبيه عند الجمهور في الاهلي وفي الزمالك، المفروض يتواجدوا بشكل ايجابي في الوقت ده، لان انا بشوف للاسف ظاهره دلوقتي موجوده كابتن هاني، ان في انصاف نجوم اللي مجرد مثلا عدى على النادي الاهلي لبس التيشيرت، او عدى على نادي الزمالك لبس التيشيرت ماتشين ومشي، وبيطلعوا يتكلموا على السوشيال ميديا وبيأججوا الوضع يعني بيقودوا الجمهور بشكل استفزازي شويه، وده مش حاجه محترمه. واتمنى انه النجوم الكبار ياخدوا دورهم. عارف يا عمر، حاوف عند النقطه ديت. انت عارف مين اللي يوقف الحته ديت؟ الناس اللي بتستضيف هؤلاء النجوم، وفي بعض البرامج وبعض وسائل الاعلام يعني بتستغل دوت، لان هو يقول لك انا بدور على فلوس، بدور على انتشار، بدور على مشاهده، عايز اطلع ترند، عايز اعمل ترند. وده ده مشكلتنا الاساسيه، ان بقى موضوع الترند دوت حتى على المستوى الرياضي، اللي يغلط اكتر، اللي يشتم اكتر، اللي يقول تصريح غير مسؤول وما يعرفش ان هذا التصريح ممكن يودي في سكه بعيده خالص، عن يعني دخلنا في متاهه تانية احنا في غنى عنها. فده الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم فيه، ان حتى النجوم دول اعتقد النجوم المحترمه اللي عندها انتماء اذا كان للاهلي والزمالك او انتماء لمصر بشكل عام، اعتقد بيكونوا بره الصوره تماما يعني. ما هو ده اللي انا كنت لسه يعني هتكلم مع حضرتك فيه، انه في بعض النجوم بينأب نفسه عن انه يدخل
يتكلم او يوجه خطاب للجمهور في وقت الدنيا يعني فيها صعبه شويه. لكن للاسف الساحه كده تركت لانصاف النجوم وناس مش مسؤوله او ما عندهاش مسؤوليه، ما عندهاش حس وطني، مش مقدره قيمه فكره لعيب كوره وله تاريخ والكلام ده كله، وتطلع تتكلم بشكل غير مسؤول. اتمنى ان ده يختفي الفتره اللي جايه. لكن كمان يعني وسائل الاعلام عليها دور، ده بالتاكيد أكيد. اعتقد ان قناه الاهلي حاليا بتضرب مثال هايل مع كل برامجها وكل الناس وكل ضيوفها اللي بيتكلموا على قدر ومستوى اسم النادي الاهلي، على قدر كامل المسؤوليه الوطنيه. اعتقد ان الاجواء دلوقتي اهدى شويه في الوسط الرياضي، ماتشين المنتخب مع الاحداث الاولمبي الجايه ومنتخب الاولمبي موجود كمان، فاعتقد انه شويه الناس مركزه مستنيه بقى. ما هو الخوف بدايه من بكره وبعد الناس يعني. مستنيه بكره يجي علشان تبتدي تفكر تاني في ماتش الاهلي والزمالك. انا اعتقد انه جمهور الاهلي والزمالك هم في النهايه هم جمهور منتخب مصر، وفي نفس الوقت هم عارفين ان مباراه اهلي وزمالك اللي جايه هي انعكاس لصوره الكره المصريه والجمهور المصري والدوله المصريه كمان بره، لانه العالم كله بيتابعها. يعني انا من الزملاء الصحفيين في اونز مونديال في فرنسا وفي البرتغال وفي اليونان بيسالوا دايما على ماتش الاهلي والزمالك، طيب مين من النجوم دول كان محترف بره عندنا، ويسالوا طيب هو مثلا اللعيب زي عبد الستار صبري كان بيلعب فين في مصر، كان بيلعب في الاهلي ولا في الزمالك، فيتفاجئوا انه ما كانش بيلعب في الناديين، الحاجات دي. فاعتقد ان الاهتمام ده بيدي مسؤوليه اكبر على الجمهور وعلى اللعيبه وعلى الانديه وعلى كل الناس وعلى المسؤولين. اتمنى ان اتحاد الكوره كمان يبقى له دور. يعني كنت اتمنى كمان اتحاد الكوره مشغول شويه مع منتخبات الوطنيه في الوقت الحالي في فتره التوقف الدولي، لكن كمان لازم يبقى له دور. اتحاد الكوره مش مجرد انه هينظم المباراه النهائيه، لا كمان لازم يبادر انه يكون له دور في موضوع نبذ التعصب اعلاميا، ومسؤولينه كمان يطلعوا يتكلموا ويوجهوا رسائل كويسه للناس. انا شفت الاستاذ عمرو الجنايني طلع اتكلم بشكل ايجابي، كابتن محمد فضل وغيره، اتمنى انه الموضوع يبقى ايه يعني نتكلم ان شاء الله شوية. الفتره اللي جايه نتكلم ايجابيا في مصلحه، زي ما بتتكلم مصلحه الكره المصريه، مصلحه يعني شكل مصر ان شاء الله. ده يوم تاريخي بالنسبه للاهلي وللزمالك، وكمان يوم تاريخ لمصر انها لاول مره يقام التشامبيونز ليج الافريقي فرقتين من بلد واحده على ارض مصر يعني. وخبر سعيد كمان ان انتهى مباراه المنتخب الاولمبي بفوزه على المنتخب البرازيلي 2-1، ان شاء الله ده يكون فال خير ان شاء الله لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله في المباريات اللي جايه. وزي ما انت بتقول يا عمر ان شاء الله صوره 27 نوفمبر ان شاء الله تطلع صوره تليق باسم اولا مصر وتليق باسم كيان النادي الاهلي وكيان نادي الزمالك. يعني ده اتمنى طبعا. بمناسبه المنتخب الاولمبي، اعتقد ان فوزه على منتخب البرازيل الاولمبي مفاجاه، لانه منتخب البرازيل جاي بلعيبه كلهم مصنفين بيلعبوا مع برضه مع فرق اولى في اوروبا. احمد ياسر ريان مكسب النادي الاهلي بالظبط، احرز هدف الفوز. كريم العيري ادى بشكل كويس، سجل هدف كويس جدا. كابتن شوقي غريب يعني بيأدي بشكل هايل وموفق قوي في المباريات الكبيره. صحيح. يعني شفنا تفوق على لويس فان خال في 2001 في بطوله العالم للشباب في الارجنتين 2-1، وكان جيل منتخب هولندا كان قوي جدا في الوقت ده. جيل منتخب مصر برده كان جيل كويس. نتمنى انه يبقى في حته ترابط الاجيال، لان الكابتن حسام البدري كان اتكلم فيها، انا اتمنى انها تبقى على ارض الواقع فعلا. انا شايف انه الجيل اللي مع كابتن شوقي غريب والجيل اللي بيعمله بعد كده كابتن ربيع ياسين كمان ومع الجيل اللي موجود يقدروا يشكلوا جيل كويس للكره المصريه ان شاء الله. كل التوفيق للكره المصريه. بنشكرك يا عمر، شكرا جزيلا على الاضافه وعلى وجودك معنا النهارده في البيت الكبير. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا كابتن هاني حبيبي، نورتنا وشرفتنا، ومستنيينك يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. دي كانت نهايه طبعا الفقره الحواريه الاولى. بعد الفاصل الكابتن الكبير شريف عبد الفضيل. اتوقع لا، بس اتمنى مكسب يعني الاهلي ان شاء الله. وحشوني وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه اكون معاكم يعني. نادي عريق، وتحياتي للكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي العظيم. انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهائي افريقيا، ودايما البطولات مش هتخرج بره النادي الاهلي، ولو فاتت الاهلي ان شاء الله الزمالك يسد. جمهور الاهلي هيفهم ان من ضريبه مهنتي انا ما اقدرش اقول اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن في بيحسوا
يعني اكيد الجمهور هيحس انا بنتمي لايه. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصوله على كاس افريقيا التاسعة، وبنقول لهم التاسعة يا اهلي، وان شاء الله نبارك لجمهور الاهلي والكابتن الخطيب. الاول انا مبسوطه قوي ان انا قناه النادي الاهلي، النادي اللي بحبه. انا اهلاويه يا جماعه على فكره، جمهور الزمالك ما يزعلش، بس دي حاجه انا بقولها دايما. ان شاء الله احنا اللي هنكسب. اللعب امام الزمالك فريق مش سهل، وفريق كبير واحد قطبي الكره المصريه معانا، يعني توقعي انا الشخصي 3-0. يا جماعه الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي حديد. انا بحب الاهلي صراحه. اهلاويه؟ لا انا ما بحبش التعصب، بس انا بحب النادي الاهلي، بموت فيه، وهو ده النادي بتاعي من وانا صغيره لغايه دلوقتي. مين فيكم اشطر كتكوت ياخدوا الكوره بالشلول؟ يعني يا جماعه دي كوره، يعني كوره، واحنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. انا اصحابي زملكاويه على اهلاويه على اسماعيليه على اسكندريه، فالدنيا حلوه يعني، مفيش حاجه، ما عندناش تعصب والله، احنا بس اللي بنكبرها. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وانا اهلاوي وبحب الاهلي، بس مش متعصب. ان شاء الله هنكسب يعني باذن الله. وشايف هيبقى في حماسه كبيره جدا طبعا، اللعيبه كلهم متحمسين، ان شاء الله يعملوا ماتش قوي باذن الله. مبسوطه اني كنت معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. احلى اهلاويه والله بجد. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، وفقرتنا دي مع واحد من اللي شرفونا طبعا قبل كده، اهم نجوم الدفاع في الكره المصريه جماعه، واحد ابناء النادي الاهلي لفترات طويله، والنهارده مدرب متميز جدا وبيشق طريقه فعلا، يعني لسه جاي صوته رايح، يعني عشان كان بيزعق زعيق جامد جدا مع 2005، فيقول لنا سبب الزعيق ده كان ليه النهارده مع مواليد 2005، اللي هو طبعا بيشرف على تدريبه في البيت الكبير، شريف عبد الفضيل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، وانا مبسوط طبعا بوجودي معاكم في المقدمه، ومبارك للنادي الاهلي على حصوله طبعا احسن قناه رياضيه طبعا، وده مش جديد على النادي الاهلي يعني، وقناه النادي الاهلي. لا صوتي مش رايح ولا حاجه. نورنا شريف، وانا بحب كمان خالص. انا بحب ابارك كمان بصفه خاصه منتخب مصر الاولمبي، الفوز على منتخب البرازيل، وده اول فوز لمنتخب مصر على البرازيل في جميع المنتخبات، سواء على منتخب للشباب، منتخب اولمبي، منتخب اول. فبنبارك للكابتن شوقي غريب على هذا، هنقول انجاز على مستوى الارقام، ان منتخب مصر يفوز على منتخب البرازيل لاول مره على المستويات، اذا كان مباراه دوليه مع او وديه او رسميه. فبنقول للكابتن شوقي غريب وجهازه، كابتن معتمد جمال وكل اللي موجودين، وائل شيتوس والدكتور علاء عبد العزيز، كل المسؤولين على المنتخب الاولمبي، بنقول لكم سبورت ليكم، انتوا بتعملوا حاجه جميله لمصر، وان شاء الله منتظرين ميداليه اولمبيه باذن الله. ان شاء الله. كنت بزعل ايه؟ ما النهارده كان عندنا مباراه طبعا، بنلعب في اهلي مدينه نصر النهارده، وكسبنا فرقه النهارده، كنا بنعمل دي كلها مباريات حبيه عشان خاطر نعمل اعداد للموسم الجديد ان شاء الله. انا بس في البدايه طبعا ببارك طبعا، بعد ما باركت قناه النادي الاهلي، ببارك طبعا لمنتخب مصر الاول النهارده اكيد بتعدي، ان هو قدر يعدي على العقبه بتاعه توجو الحمد لله، وكابتن حسام بنبارك له والجهاز الفني واللاعبين، ومبروك للجمهور المصري كله، ومبارك للكابتن شوقي غريب النهارده، مباراه رائعه ومباراه تاريخيه في نفس الوقت. صحيح النهارده ده حدث تاريخي، فالحمد لله. يمكن النهارده يوم جميل للشعب المصري كله، ورجوع الكره المصريه تاني على الساحه الافريقيه، نتمنى ان شاء الله الاستمراريه باذن الله والتحسين ان شاء الله. ان شاء الله شريف، اتكلمنا على الكابتن حسام البدري، اللي كان في الفترات الاخيره وخاصه بعد مباراه مصر وتوجو الاولى هنا في القاهره، والفوز 1-0 بنتيجه اعتقد باهته مقارنه طبعا بنتيجه النهارده، والاداء السيء، كان تحت ضغوط كبيره جدا جدا. شفت ان الكابتن حسام خرج من هذه الضغوط بشكل ايجابي ازاي في مباراه النهارده؟ هو بصراحه يعني منذ تولي الكابتن حسام اصلا المسؤوليه انا باشفق عليه، لان دايما في ضغط اعلامي عليه بشكل مبالغ فيه، ما اعرفش يعني، مش معقوله هقعد اهاجم مدير منتخب عشان خاطر الرياكشن بتاعه على الخط، مش معقول يعني. فانا ليا الحكم داخل الملعب، كل واحد بيتحكم مشاعره. عشان الرياكشن لكابتن شريف، هو كان في طبعا بعض المشاكل اللي اثرت في المباراه الاولانيه هنا،
وده يمكن يعني كل الناس علقت عليه. وافتكر ان النهارده بعد مباراه النهارده افتكر ان هو يعني وصل له المشاكل دي وتمت معالجتها، بدليل ان انت النهارده طلعت بمكسب، ومكسب يليق باسمك، يليق بمنتخب مصر. لا انا معاك، يمكن بس مشكلتنا احنا بس في سيبك من رياكشناته و2020 وصورته، سيبك من كل ده، مش عايز احاسبه بالظبط، ما تكلمش فيه. هو منذ توليه المسؤوليه شارك تقريبا في يعني لعب حوالي المباريات اللي فيها كلها لم يدخل في منتخب مصر غير هدفين. خلاص يبقى هو على المستوى الدفاعي جيد جدا، جيد جدا. ده مستوى الهجوم النهارده، بالنهارده ما هي بس انت عندك ثلاث ماتشات الاولانيين هدفين، والنهارده يمكن بالظبط يعني كل الماتشات يا اما تعادل 1-1 يا 0-0 تمام. فهي الماتشات ومشكله الكابتن حسام برضو في عدم التجانس، يمكن الفتره اللي فاتت دي كان بسبب ان اللعيبه رجعت تاني تشارك في المباريات الافريقيه المحليه، فما كانش عنده فتره كافيه ان هو يقدر يجمع لعيبه ويلعب مباريات وديه، فده ما كان فيه عدم تجانس واضح جدا للفرقه ككل، ولا معسكرات، ما تعملش معسكرات حتى ولا ضمتهم. بالظبط. فانا بس انا يمكن نقطتي كلها كانت في التشكيل، يعني يمكن اكتر واحد كان ممكن يغير شكل المباراه اللي هنا دي بالذات هو مجدي أفشه. يعني أفشه كان هو الحل السحري لفريق النادي الاهلي في مباراه القاهره، المباراه اللي هنا في القاهره اللي فاتت دي. خلاص، مع طبعا وجود خبرات عبد الله السعيد اكيد اوكي هحتاجه في خبرات، ولكن انا أفشه هو العامل الفارق مع النادي الاهلي فتره كبيره وبصراحه اللي عمل الشكل الجديد لأفشه هو مستر موسيماني، بصراحه تحسب له دي، لان ادى أفشه، حرر أفشه من قيود كتيره جدا كان عاملها عليه مستر فايلر قبل كده. فانا كان أفشه بالنسبه للمنتخب هو تقريبا الحل السحري، يمكن دي النقطه الوحيده اللي عيب على الكابتن حسام بدري فيها ان هو ما كانش ما اعتمدش على أفشه في المباراه الاولى، ولكن في المباراه الثانيه وتبص لحسابات الكابتن حسام مختلف تماما. دايما في ناس بتبص لمنظور الماتش الواحد، انت بتتكلم هو في خلال 4 أيام بيلعب ماتشين مهمين زي دول في مجمع منتخب ما لعبتش ولا مباراه وديه، فانت اصلا مش ما عندكش التشكيل الانسب ليك بالظبط كده يعني. قدرت وبعدين تفاجئ ان محمد صلاح قبل المباراه بيومين ثلاثه جات له كورونا، وبعدين دي كارثه يعني. هو يعني كابتن حسام بدري برده لازم نقول يا جماعه يعني في سوء توفيق غير طبيعي، ان هو محمد صلاح ما لعبش معاه ولا مباراه خالص في التصفيات خالص، ولا مباراه لغايه دلوقتي يعني، ولا حتى الودي كمان يعني بالظبط، ولا مباراه لغايه دلوقتي. هو النهارده كابتن حسام البدري عمل 7 تغييرات، وافتكر انه التغييرات الكتيره ديت ما حصلتش في اي من المنتخبات في العالم، يعني في تغييرات اجبر على بعضها فعلا زي ما انت بتقول كده. سوليا عندك، هاني اتصاب، سوليا انذارين مني النهارده، وفي 4 تانيين زي أفشه. انا عايزاك تقيمهم لي بقى، لما نقول مثلا ايمن اشرف مكان ابو الفتوح، أفشه سعيد صح زي مكان عبد الله السعيد بالظبط، وعندنا محمد شريف مكان زيزو، وكوكا زيزو. مصطفى محمد مصطفى. قول لي بقى التغييرات ديت ليه لجأ ليها، اللي هي ما اجبرش عليها التغييرات اللي كانت دلوقتي تلعبي في خلال 4 أيام ماتشين مهمين جدا، فانت كان لازم الكابتن حسام يعمل كده، وبينهم سفر كمان، خلي بالك سفر طويل، سفر كمان كانوا هيسافروا في الفجر التاني يوم، فاضطروا ان هم ياجلوا السفر شويه عشان اللعيبه تلحق تريح. خلاص يعني برضو كابتن حسام والجهاز الفني ادار حتى في الفتره بتاعه السفر بشكل كويس جدا. هو اللي عمل ده عمل تجانس بين اللعيبه بتاعته بشكل كويس، وبعدين عندنا محمد شريف لما جه لعب النهارده النواحي التكتيكيه، وبعدين شريف دايما اشول تمام، لا عنده سرعات وعنده ميزه وعنده ما هو كان ممكن يدفع رمضان صبحي يلعبه من المباراه ما لعبوش ليه وعنده رؤيه فنيه ان رمضان لسه بعيد، مش هيضمن رمضان مش لا ممكن هو ليه؟ بيقول رمضان لو انت بتقول بعيد وجهه نظر لا رمضان لو ل 10 ممكن دي ل 10 هو ليه وقت في المباراه ما يقدرش يبدا المباراه كلها، يستحيل لان هو بعيد عن المشاركه مخرب السيزون كامل، ما يقدرش 7-8 شهور كده. رؤيه فنيه ممتازه من الكابتن حسام، مع ان هو الاقرب ان هو يشارك، محمد شريف اول مباراه دوليه ليه صحيح في الفريق ويمكن رمضان نزل كمان الماتش اللي فات اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعه بالظبط، يعني الاقرب الطبيعي يقول مين يا رمضان انما المفاجاه لما يجي يفاجئ كان الكابتن حسام يبدا مزبوط. بمحمد شريف دي رؤيه فنيه عاليه جدا وعنده ثقه كبيره في اللعيبه دي. غامر انا بعتبرهاش مغامره على قد ما هو عارف حسابات الفرق الافريقيه هناك، الاجواء الافريقيه بشكل كويس. مجدي أفشه هيقدر يدير الماتش، هيبقى عنده الباور اعلى لان أفشه عنده حلول كتيره جدا، بيقدر يتحرك بيوجد الحلول، ده الحل الاول لاي لعيب معاه كره القدم، معاه الكوره في الملعب هو اللي بيروح يوجد الحل دايما مجدي أفشه.
عندك طارق حامد عنده الباور انه يقدر يدافع بشكل كويس جدا. هي دايما بس حته الربط في خط الظهر شويه، يمكن حجازي كان فيه شويه كان عنده مشكله شويه يعني نتيجه ان برضو السفر والاجهاد، لان هو برضو هو ويعتبر وهو والونش هم اللي لعبوا المباراه مباراه كامله. ممكن كان تريزيجيه برضو لعب وطلع في اخر المباراه في المباراه الاولانيه صحيح. فانا شايف ان الكابتن حسام عمل توليفه هايله. يمكن انا حتى قبل المباراه قلت لهم انا اتمنى ان مجدي قفشه هو اللي يبدا المباراه، واتمنى ان احمد توفيق هو اللي يبدا ناحيه اليمين. خلاص ابو الفتوح انا قلت هيبدا، لان قلت خلاص هو رجليه في الملعب وممكن يبعد، بس هو حب ان ايمن اقوى دفاعيا كمان. بمناسبه ايمن نحب طبعا نطمن جماهير النادي الاهلي ان اصابه ايمن ان شاء الله اصابه بسيطه جدا جدا جدا. الدكتور محمد ابو العلا تواصل معانا وقال ان يعني تقريبا ما فيش اصابه، هو كان عنده شويه اجهاد ويمكن اتخبط شويه في عنق رجله، فلكن الامور بنطمن جماهير النادي الاهلي اللي احنا عارفين كلنا، ويمكن جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك كان بيتفرج على الماتش وبتفكر في المباراه النهائيه ولاعبتنا. الحمد لله كل اللعيبه، وده مهم جدا، كل اللعيبه الحمد لله سلام 100% بما فيهم ايمن اشرف. طبعا الحمد لله ان احنا اطمنا، لان طبعا كلنا قلقنا النهارده يمكن عشان المباراه النهائيه بتاعتنا اللي هنا دي صحيح. حاجه تهمنا برده، ولكن في المقام الاول دايما هو المنتخب مصر دايما كلنا، اذا كان اهلي او زمالك. يمكن الحمد لله الحته دي يمكن كل الناس كانت قلبها على المنتخب اكتر، وده اللي كان واضح الحمد لله المباراه اللي فاتت، لان قلقنا قوي ان المنتخب لا قدر الله يحصل حاجه يخرج، فالناس كلها كانت حابه ان المنتخب يطلع بنتيجه ايجابيه. وبعد المباراه يمكن هو ايمن بس النهارده يمكن حصل كدمه جامده، فهم حبوا يريحوه صحيح. ومحمد هاني برده كانت المباراه اللي هنا حصل كدمه في الرباط الخارجي ليه بالنسبه له، والحمد لله كل الحاجات دي ان شاء الله قبل المباراه ان هي هيتم ان شاء الله علاجها قبلها بفتره قصيره ان شاء الله، ويقدر ويا رب ان شاء الله يشاركوا يوم 27 يا رب ان شاء الله. المنتخب النهارده نقدر نقول منتخبنا طبعا نقدر نقول انه ظهر بوجهه الحقيقي، ولا لسه كان كان في بعض المشاكل كان المفروض يتم معالجتها في مباراه النهارده كابتن؟ لا ما نقدرش نقول بالشكل ده، انما نقدر نقول ان الكابتن في الحمد لله في قوام موجود، في ناس موجوده وفي ناس غايبه مهمه جدا، ناس محترفه زي صلاح وزي النني، الناس دي موجوده بشكل أكيد. كويس معانا دلوقتي ظهور محمد شريف اول ظهور لي واول تسجيل لي يعني صحيح. دي بتحصل بتعمل فرق كبير. عندنا حمدي فتحي كان راجل بعيد خالص يعني بدأ كان قبل كده ثلاث مشاركات ليه جاب احرز ثلاث اهداف مع المنتخب، والراجل رجع تاني، والراجل ده مش بعيد اصلا. فالحمد لله انت عندك في كل مركز ثلاث اربع لعيب، ده اللي كنا بندور عليه. بقى احنا رجعنا ان شاء الله ان احنا نعد منتخب قوي الفتره اللي جايه، عندك منه اساس واحد واثنين وثلاث لعيبه في كل مركز، ده اللي لازم ندور عليه الفتره الجايه عشان عندك يبقى في قوام قوي، لو حد غاب يبقى في البديل. والحمد لله المباراه بتاعت النهارده اثبتت ده، ان البدائل موجوده وعندها قدره ان هي كافيه ان هي ان شاء الله تخلص مباراه تقيله زي دي. ان انت عارف يا كابتن هاني تحت ضغط المباراه الافريقيه دي صعبه جدا ان انت تكسب هناك، انت ما تعرفيش صعوبه الملاعب والمناخ هناك صعبه جدا. وكان معانا طبعا سافرنا هناك في توجو السفير حسام حسين، وكان بيتكلم عن قد ايه الاجواء صعبه اللي تخص المناخ، وكان يعني اكيد مباراه صعبه وخاصه ان هي على ارضهم يعني. بس يعني بتكلم على الشكل العام لعيبه النادي الاهلي خاصه الشناوي وقفشه، يعني انا شايف ان كمان محمد الشناوي النهارده في جونين يعني شالهم بصراحه بشكل اكتر من رائع، استمرار لتالق الشناوي وكمان مش على مستوى الدفاع، ده الراجل عامل اسيست كمان، عامل اسيست لمحمد بالظبط، عمل اسيست لمحمد شريف حتى، وانا بقرا كده على بعض الصفحات الاجنبيه حتى بيكتبوا الاسيست مين، ف محمد الشناوي بالظبط، محمد الشناوي اسيست. فتالق الشناوي، وكمان زي ما انت اتكلمت عايز ااكد على كلامك ان قفشه ليه دور مهم جدا جدا جدا، وتحس ان هو يعني هو اللي بيعمل شكل للفرقه بشكل كبير جدا. ده حقيقي، انا قفشه يمكن في الفتره كمان بالذات بتاعت مستر فايلر كنت بتضايق جدا من خروجه، لان انت تبقى لعيب متاثر قوي لما تحس ان انت كل مباراه تبداها هتخرج في الدقيقه 60 دقيقه 65 دقيقه 50 انت كويس وحش هتخرج، فده احساس مش حلو للاعيب الكوره خالص يعني، حتى لو كنت بتادي بشكل كويس. مستر موسيماني عمل شخصيه جديده لمجدي قفشه، اداله ثقه في نفسه، حرر مجدي قفشه من جواه يعني في ضغوط كبيره جدا جوه اللعيبه دي، ومش هو لوحده على فكره. الو ديانج انطلق، الو ديانج كان واحد تاني خالص، في لعيبه كانت مخنوقه جوه الملعب، حسين الشحات انطلق، مروان انطلق، كله انطلق خلاص. يبقى الراجل ده كان عامل ضغط نفسي على اللعيبه بشكل كبير. موسيماني قرب قريب قوي من اللعيبه يقدر يحرر. فايلر كان ضاغط على اللعيبه
بشكل كبير لما كان مؤثر على شخصية اللعيبة كمان في الملعب. اللعيب مهم جدا، المدير الفني ازاي يقدر يطلع يحرر اللعيبة من الضغوط، الضغط النفسي والعصبي على اللعيبه بيأثر عليه بشكل كبير، وده مهمة المدير الفني. يعني بمناسبة برضه اليو ديانج اتعور على فكرة النهارده. مين؟ اليو ديانج. أنا سمعت كمان إن اليو ديانج وربنا يستر وعلي معلول كمان. علي معلول أعتقد برضه إصابة، بس إن شاء الله خفيفة، لكن اليو ديانج يا رب تكون إصابة خفيفة لأنه اتعور مع منتخب بلاده، ونتمنى إن شاء الله ما تكونش إصابة قوية بإذن الله. زي ما أنت بتقول عنصر مهم جدا جدا طبعًا جدا طبعًا في خط وسط النادي الأهلي، لأنه علي ديانج في الفترة الأخيرة دي تحرر وأدى بشكل رائع جدا، وعنده إمكانيات عالية جدا إذا كانت في حتة المركز قلب الدفاع المتأخر بالنسبة لوسط الملعب بيديها بشكل روعة، وكمان عنده نواحي هجومية على أعلى مستوى، لأنه هو بيقدر ياخد خط القلب بيطلع بيه بينقل الهجمة في اسرع وقت ممكن، لان هو بيقدر يراوغ اكتر من لعيب في وقت واحد من خط النص عندك بينقل الملعب الناحيه الثانيه، ودي قليله قوي بالذات في لعيب الارتكاز اللي هو يعمل الدريبلنج بالكوره 30 40 متر، دي ما بتحصلش كتير. مين اللي بيعملها؟ هو اليو ديانج. فاتمنى ان شاء الله ان الاصابه بسيطه ويبقى موجود ان شاء الله. طب احنا كنا بنتكلم عن انك ابرز احد دفاعات الاهلي المميزين جدا، رايك ايه في الونش وحجازي مع منتخب مصر؟ قيمتهم ازاي؟ لا انا بالنسبه لي الونش هو اللي بالنسبه لي مفاجاه الفتره الاخيره عموما. الونش بالظبط، مش مع المنتخب بس، هو بقاله فتره في تقدم ملحوظ بشكل كبير جدا. حجازي يمكن من فتره بعيده في حاجات نقط صغيره يا كابتن هاني يمكن انت تلاحظها كتير جدا، تمركز عنه مع ان هو طويل القامه، ولكن عنده سوء تمركز جدا في تقدير الكوره بشكل كويس. يمكن مباراة البرتغال الودية، الماتشات كاس العالم، لبطولة افريقيا الاخيرة اللي خسرنا فيها في النهائي قدام الكاميرون. انا يعني انا متابعه كويس جدا، يعني انا حجازي من المدرسة اللي انا طالع من عندي خلاص من تحتية، لان حجازي طالع على ايد انا من الاسماعيلية، فطالعين مع بعض، فهو امكانياته كويسة جدا، فانا بتضايق ان هو ليه ما طورش الحتة دي، ما انا اصلا طويل انا مش محتاج ده، انا بس تقدير انت بتتكلم على تقدير الكره نفسه للكرات العاليه، التوقيت بتاع الكرات العاليه، حته التمركز الواحد ضد واحد ازاي افادي نفسي طالما ما عنديش السرعه ان انا اجاري الفرود السريع، يبقى من بدري اعطله بشكل كويس قوي، يبقى انا قريب ليه قوي. النهارده ظهرت قوي الحاجات دي، يمكن بس في ناس كتير الماتش برضو يا شريف، يعني خلينا نتكلم، انت كنت سرد باك وعارف يعني في بعض المباريات كده الواحد بيحس بيها انه يعني خارج الفورمه، يعني ما بيكونش ليها اسباب كتير، لكن انا لما بقيم حجازي انا بكلم لاعب دولي كتير جدا، لاعب دوري انجليزي جدا، فلما يصحى الغلطات الصغيره دي يبقى دي مشكله كبيره. يمكن الونش بيتغاضى عندها بشكل كبير جدا، الونش بيأدي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره، ولكن طبعا هي محتاجه استمراريه اللعب الاثنين مع بعض بالنسبه لقوام المنتخب، يعني صحيح. محتاجين يلعبوا مع بعض بشكل كبير، بالذات خط الظهر لازم يبقى فيه ترابط كتير قوي، لازم انسجام اكتر من كده، ولازم يلعبوا. انت النهارده تفاجئوا الاثنين اللي في القلب، الاثنين الاطراف متغيرين، مفيش انسجام، انما الحمد لله دي لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في ليفل ثاني خالص. صحيح. بتتكلم لعيب دولي يا ولاد، يبقى انت عندك القدره والاستيعاب على اسرع ما يمكن. خلاص انت بتستوعب ليه؟ لان انت لعيب في مستوى عالي. اللعيب الاقل ده اللي انت بقى تقعد تحفظه وتفهمه وتجانسه. مفيش الكلام ده، احنا بره في اوروبا تلاقي لعيب جاي من الدوري الاسباني بيروح الايطالي بيلعب على طول. والعكس صحيح، الانجليزي لسه جاي بيخش يلعب على طول. خلاص مش محتاج بقى الفتره دي ان تتاهله، دي لعيبه مستوى اول. خلاص لعيبه بروفيشنال بس. طيب احنا معانا على التليفون نائب رئيس اللجنه الخماسيه فصل سيد محمد علي، مع طبعا من توجو واحد افراد بعثه منتخبنا هناك في توجو عشان يطمنا مبدئيا على حاله ايمن اشرف دلوقتي وصلت لحد فين، لكن الى ان النهارده في قلق كبير جدا بسبب الاصابات دي، وانت داخل على مباراه مهمه جدا، التاريخ ده خلاص مش هننساه، 27 نوفمبر. قول لي النهارده موسيماني هيلعب ازاي؟ يعني ايه التشكيله اللي ممكن يلعب بيها موسيماني يوم السبت خلينا نقول، في ظل بقى الاصابات ديت وانت بتستعد للمباراه النهائيه؟ انا معاكي، بس هي هو لازم يشوف اللعيبه كلها بتاعه المنتخب دي الاول، ولازم لا مش هيعمل ايه، كل اللعيبه لازم يشوف مين الناس السليمه والناس المصابه والناس هتبقى قد ايه. مثلا ممكن واحد ينزل قبل الماتش بيومين ثلاثه، ما دام ما ينفعش يلعب خلاص، وعلى حسب حالته هو، لو شايف ان حالته الفنيه عاليه ممكن ينزله تمرينه واحده ويلاقي حالته عاليه جدا، ممكن يقول لك انا محتاجه في المباراه اشوفه. فانا ما اقدرش اقول لك احط مثلا 11 وتلاقيه راح جاي مغير ثلاثه، دايما المدير الفني هو
اكتر واحد. معلش يا كابتن شريف، انا اسفه لانه التليفون ممكن يفصل تاني. معانا السيد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه، اهلا بيك يا فندم من توجو. يا اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكابتن شريف وكابتن هاني، ودايما مبروك لمصر طبعا الفريق الاول والفريق الاولمبي، ودايما ان شاء الله مصر في انتصارات كده على طول ان شاء الله. مبروك على مصر. طمنا يا فندم على حاله ايمن اشرف مبدئيا، وصلت لحد فين؟ لا ايمن اشرف لا سليم جدا. ايمن اشرف انا قابلته بعد ما خرج من المباراه واحنا في وسط اللبس، هو كان حد احتك بيه وقت احتكاك جامد اتخبط، ف يعني تحمل على نفسه شويه، فكابتن حسام فضل انه يريحه. ايوه. وينزل فتوحه، خصوصا احنا كنا متقدمين، لكن هو ما فيش اي حاجه وسليم تماما يعني. دكتور جمال، طبعا اولا بنبارك لحضرتك وبنبارك للجهاز الفني واللعيبه على هذه النتيجه، مش هقول النتيجه الكبيره لكن نتيجه مميزه جدا، اداء افضل كتير جدا، اداء مميز النهارده. بنبارك لحضرتك والجهاز الفني واللعيبه، وزي ما حضرتك قلت يمكن كان معانا مداخله مع حضرتك كنت انت متفائل بالنتيجه، شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وبالنتيجه النهارده ان شاء الله اكيد مصر مؤهله للنهائيات، و يعني تقول لنا طريق بعثتنا ان شاء الله للعوده للقاهره وانضمام بقى ورجوع لاعبتنا الى المعترك المحلي مره ثانيه، هيكون امتى؟ ان شاء الله حضرتك، انا وحضرتك بكلمك حاليا، احنا نزلنا من الاتوبيس حالا يعني دلوقتي وداخلين على المطار ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. هنتحرك الطياره الساعه 12 الظهر ان شاء الله. نوصل مطار القاهره تقريبا على 5:30. خمسة ونص هيكون في انتظارنا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان اتصل علينا يكون في انتظارنا. هتتعمل مسحه طبيه لكل البعثه في المطار، وبعد كده كل البعثه هتتجه الى الفندق. هنستنى لغايه ما تظهر نتيجه المسحات، عشان كل واحد قبل ما يروح لابد انه يكون مطمئن على نفسه، وفي نفس الوقت لا قدر الله ولو في حاجه ما يضرش بالاخرين. فمحدش هيسافر او هيتحرك الا بعد ان شاء الله ظهور المسحات. تقريبا المسحات هتظهر على الساعه 2 الساعه 1 في نفس اليوم حضرتك، يعني مباشره الساعه 5:30 الصبح ان شاء الله. يعني حضرتك هتوصلوا ان شاء الله، توصلوا بالسلامه على الساعه 6 الصبح ان شاء الله في استقبالكم الدكتور اشرف صبحي، يعني هتقعدوا في المطار، هتعمل مسحه وتقعدوا في المطار لغايه النتيجه ما تظهر. النتيجه لا 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 حضرتك، هنعمل المسحه ونتجه للفندق. للفندق بالظبط. فندق يعني هتقعدوا في الفندق لغايه ما النتيجه. يعني هتاخد تقريبا ثلث ساعه، من ثلث ساعه لنص ساعه. وفعلا تم التنسيق مع وزاره الصحه، وتم التنسيق مع الدكتور محمد اللي هو مندوب وزاره الصحه الموجود معانا هنا. وقال ان هو يعني بلغنا ان تقريبا ممكن على الساعه 2 الساعه 3 بالكثير تكون المساحات، هي بتاخد 6 ساعات. تكون ظهرت وان شاء الله نبلغ فيها 48 ساعه يعني يا فندم سلبيه، وكله ينضم لانديتهم ان شاء الله. ان شاء الله يعني بكره على يعني نهايه النهارده اليوم، على نهايه اليوم بكره كل اللعيبه ان شاء الله تكون المسحه سلبيه باذن الله، لان احنا كنا قلقانين بصراحه، كنا قلقانين جدا ان كمان النني ظهرت عليه او عرف النتيجه وبعد التدريب، فكنا فعلا قلقانين ان يكون في اصابات كتيره. ان شاء الله باذن الله ما تكونش فيه اي اصابات خالص لاولادنا. والكابتن شريف طبعا عبد الفضيل عايز يكلم حضرتك. كابتن جمال تحياتي ليك. طول عمرك كابتن شريف، اخبارك حبيبي عامل ايه؟ تحياتي ليك والف مبروك للمنتخب مصر والجهاز الفني واللاعبين، ومبروك للجنه الخماسيه على الاختيارات الموفقه، والفتره دي ان شاء الله يعني الحمد لله في فترات كده بتعدي صعبه، بس الحمد لله انتوا يعني قدها وقدود، وان شاء الله تعملوا حاجه كويسه باذن الله. اللجنه الخماسيه تحياتنا ليكم يعني. ان شاء الله يا كابتن تكرمنا بالسلامه وتطمنونا على اللعيبه كلها باذن الله يا كابتن. ان شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامة. وبشكر حضرتك كابتن هاني، حضرتك يعني مدرب كبير ونجم كبير، وعارف حضرتك طبعا كنا الظروف الصعبه اللي مر بيها الفريق باصابه كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني، طبعا اثرت نفسيا على الفريق، فكانت لازم يتم اعدادهم بشكل اعدادهم النفسي، يتم كل يشارك في اعدادهم النفسي، وفعلا يعني كان في دور كبير جدا لكل المسؤولين سواء من داخل مصر ومن الاعلام داخل مصر او من الجهاز الفني والطبي والاداري اللي موجود هنا، لغايه ما قدرنا نتخطى المرحله الصعبه دي. يمكن كابتن حسام كمان كان موفق في موضوع التشكيل، ان هو صحيح عارف طبعا موضوع جهاز السفر واللعيبه اللي لعبت اساسيين في المباراه الاولى، كان صعب ان كلهم كمان يلعبوا المباراه الثانيه بنفس التشكيل، وده اللي حصل مع توجو، ان هم لعبوا بنفس التشكيل فتاثروا تاثير كبير. صحيح. لكن احنا الحمد لله كان في
لعيبه يعني اقول يعني ما كانتش مجهده من المباراه الاولى، وقدرت تأدي اداء كويس في الشوط الاول اللي احنا قدرنا نسجل فيه الهدفين، وان شاء الله يعني الجاي افضل ان شاء الله، الجاي افضل ان شاء الله باذن الله. والف الف مبروك مبروك مره ثانيه كابتن جمال، وتوصلوا بالسلامه يا رب ان شاء الله، وتكون المسحه ان شاء الله سلبيه باذن الله. كل التوفيق وكل السلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب زي ما قلنا شريف، طبعا يعني اهم حاجه بيكمل يعني كنا بنتاكد بس على موضوع طبعا ايمن اشرف، زي ما اتكلمنا يعني ايمن اشرف الحمد لله سليم وما فيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله بيرجع بالسلامه، ويكون كل المساحات سلبيه لانه اضافه كبيره جدا. وكمل بقى حديثنا على كمان تكمل جزئيه قبل كابتن جمال ما ينضم لينا من هناك. هو نسي اصلا كمان جزئيه دي جزئيه بنتكلم على نتكلم على موسيماني وتحضيره للمباراه. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر، مباراه كاس مصر بطوله يعني الناس كلها يعني طبعا عينها على البطوله الافريقيه، لكن دايما النادي الاهلي باصص على ان كاس مصر بطوله، ودايما النادي الاهلي بيبص لكل البطولات. موسيماني ورؤيته في مباراه الدور الثمانيه ابو قير الاسمده في عمليه التشكيل، عمليه الدفع باولاد صغيرين، ولا ممكن تكون يعني تجربه لبعض اللعيبه، ولا هياخدها بمحمل ان احنا ممكن نشوف بروفا لمباراه نادي الزمالك. انت رؤيتك الفنيه ايه ليها؟ لا يا كابتن، احنا دايما الماتشات الكاس دي بطوله مفيش كلام، ولكن عندك بطوله اهم، في دايما بتبقى بطولات اهم بطولات. أكيد طبعا أكيد. العالم كله ماشي بالنظام، دايما بطولات الكاس دي بالذات انت معاك بيبقى في القايمه سيم 30 لعيب 25 لعيب، الناس دي لو مش على قد المستوى اكيد مش موجوده طبعا. فانت مطالب ان انت طبعا تلعب كل الناس، حضرتك لو مش هتلعب الناس دي يبقى هي تطالب ان هي هتمشي، فاللعيبه اللي موجوده دي على مستوى عالي جدا، فلازم تشارك الناس الموجوده مع التدعيم الشباب، لازم تشوف الشباب، ما هتشوف الشباب دي فين هنقعد يعني انت شايف مباراه ابو قير الاسمده هيدفع بالولاد الصغيرين مثلا، ممكن نشوف شادي نشوف دايما المباريات دي دايما بتدعم بعنصر او اتنين من الشباب مع العناصر الخبره اللي موجوده مع العناصر الناس اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه مستمرة. او مستمره لازم تبقى موجوده، لازم تعمل التوليفه دي، ولازم يبقى في انسجام منهم على مباراه وديه قبليها عشان يقدروا يلعبوا مع بعض بشكل كويس. ده طبيعي بيعملوا اي مدير فني، وموسيماني ما اعتقد ان هو مش هيخرج عن النطاق ده يعني. ممكن يدفع برامي ربيعه في المباراه النهائيه؟ والله لو احتياجه للمباراه وشايف رامي جاهز 100% اكيد هيلعبه، لان رامي لعيب مهم وخبراته كبيره جدا. افتكر انه جاهز دلوقتي بالرغم يعني البعد اللي صار بقاله كتير غايب. يعني خلاص ما هو ده اللي بقوله يا كابتن، لازم رامي مش مجرد تمرينه يجيد فيها وخلاص، لا لازم اشوفه في مباراه واثنين مباريات وديه بشكل كويس عشان اقدر احكم عليه، لان دي مباراه مصريه ما فيهاش هزار، وبقاله بعيد جدا غايب. وكمان انا شايف كمان يعني رامي لعيب مميز جدا، هو ان شاء الله لو متواجد، هو بدا تدريباته مع الفريق بشكل جدي جدا، ممكن جدا على فكره مباراه الكاس ممكن ياخد فيها جزء ويقف على رجله فيه، لان كده مباراه مختلفه شويه يعني. لازم هيلعب، لان هي المباراه دي زي ما بقول لك المباراه دي دايما بتبقى اللي انت بتشوف الشباب اخبارهم ايه عشان تقدر تقف على مستواهم الفني، الناس اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه لازم تشوف مستواهم الفني عامل ازاي، الناس اللي راجعه من الاصابات لازم تاخد جهزها. يعني انت بتقول انه حتى لو تعافى فلازم يتجرب في كذا مباراه قبل ما يشارك في مباراه طبعا مهمه زي طبعا لازم اكيد طبعا. انا كنت حاله كده كنت باجي من الاصابه على بعض بتخش على طول على الماتش على النهائيات على طول الحمد لله جزء من الاصابه. حكينا قصه انك كنت قاعد فترات طويله وجيت لقيت نفسك كذا مره، يمكن انا مثلا في فتره منهم كانت عندنا ماتش القطن الكاميروني قبل نهائي افريقيا بتاعت 2013 كان عندنا القطن هناك، فانا المباراه دي بنلعب ماتش ودي هنا فاتصبت في السمانه، جالي شد جامد تمزق في الالياف الصغيره يعني ملي او 2 ملي، فده عايز له على الاقل 10 ايام فالسفر كان بعد 10 ايام كان بالظبط 7 ايام، فخلاص كابتن محمد يوسف بيتكلم معايا وبتاع، قلت له خلاص انا كده مع الدكتور وبتاع، قال لي لا انت هتيجي معايا يا كابتن ما ينفعش وانت مصاب. انا مصاب قال لك انا حتى مع كابتن حسام كنت كده ومع مستر مانويل كنت كده ومع جريدو الاسباني كده، ما انا الكونفدراليه نهائي الكونفدريشن كاب اللي هنا دي انا لاعبها كده، سيو سبورت دي انا لاعبها رايح هناك وانا اصلا كماله عدد، كنا عبد الله السعيد يعني قاعدين على البنش بره نكمل السكور مش اكتر، لقيته بينزلني في الدقيقه عايز بعد ربع ساعه بالظبط عايز ينزلني، بصيت له كده قلت للكابتن سيد عبد الحفيظ حد سالت له يا كابتن هو الراجل بيهزر؟ قلت له بجد عشان بعد ربع ساعه المباراه بدات
كان في ثغره يعني ناحيه الشمال شويه كان في شغل كتير فعايزني انزل اقفل الجزء ده اقفل الناحيه دي يعني وبتاع. فقلت له لا صعب جدا وبتاع فتنشنت حتى وشدينا مع بعض. قال لي مسخن الشوط الاولاني خلص انا اول تغيير نازل بين الشوطين خلاص وطالع احسن لعيب في الماتش. هي طبعا هي عمليه يعني مش رؤيه من الثاني بس اعتقد المباراه النهائيه زي دي لازم يكون اللعيب جاهز 100%. ولو اتكلمنا على رامي طبعا لعيب كويس قوي ممكن يبقى ياخد جزء من المباراه او ياخد مباراه كاس مصر لكن كمان على الجزء الاخر انا شايف ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف ماشيين بشكل اكتر من رائع هما الاثنين في الجزئيه دي من خلال ماتشات نص النهائي مع الوداد يعني. لان هما كمان في تجانس بينهم اكبر ولعبوا اكتر مع بعض والاثنين فورمه يعني الاثنين فورمه وفت بقالهم فتره في الملعب ومنهم ايمن لسه راجع بيشارك مع المنتخب في ماتشات مهمه زي دي وايمن بيجيد اذا كانت في ناحيه الشمال او في قلب الدفاع فايمن عنده ميزه وياسر ابراهيم فتره فاتت ماشي بشكل كويس جدا ولافت لا ماشي بشكل كويس جدا وبقى مركز اكتر وبقى يعني خلاص حافظ واجبات المركز بشكل دقيق جدا عارف امتى بالتايمنج بتاعه التوقيت بتاعه بشكل كويس كفرنج على الباك او الجناح او الباك العكسي بتاعه بشكل كويس او الباك السرد باك الثاني بيقفل عليه بشكل كويس. لا ياسر ابراهيم الفتره اللي فاتت شغال بشكل كويس ومحمد هاني كان مروع الفتره الاخيره ادى بشكل كويس جدا مستواه الفني عالي جدا. هو الموضوع كله ان اللعيب كل ما بيشارك اكتر بيكتسب خبرات اكتر بياخد ثقه في نفسه اكتر كل ده هو لعيب كره القدم هي بس الاصابات يعني لعنه الاصابات ان شاء الله يتم لا هاني ان شاء الله بسرعه ويشارك في النهائي. انا كنت عايز اخد رايك في نقطه ويمكن كنت بتكلم تقريبا مع كابتن عادل وكابتن اسامه لا قدر الله لو هاني مثلا ما لحقش بديل الامثل لمين في الحته دي يبقى هو لان رامي لعبها كتير في الحته دي وفي حمدي فتحي وجيد ان هو يقفل لان انت هتبقى محتاج انا من رايي حسين الشحات لا انت عارف طبعا حسين اصلا باك يمين يعني انا معاك دي وجهه نظر فنيه انا رايي يعني ان هو عشان الحته الدفاعيه بس عشان يبقى عندك لازم بالذات الاثنين الباكين يا كابتن هاني انت عارف طبعا لازم يبقى عندهم القوه الدفاعيه موجوده لان دايما انت بتلعب على عنصر فعال قوي في الفريق المنافس بيبقى لا مش بنشارع هي كانوا زيرو يعني هم اللي عندهم يعني عندهم عناصر كويسه طبعا اكيد عندها سرعه ومحتاج اللي يلعب قدامه ده لازم لعيب قوي جدا دفاعيا صحيح فحسين عنده النواحي الهجوميه تبقى اقوى بكتير فاعتقد ان الافضل بالنسبه لي انا حمدي فتحي او رامي ربيع رامي لعب المكان ده كتير لعبه كتير واجاد فيه في الباك رايت يبقى يلعب بس ما يبقاش عنده نواحي هجوميه يلتزم بقى في خطه يعني في تعليمات يعني خاصه بيه. احنا طبعا كل ده بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق باذن الله يعني احنا بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق ويكون جاهز لان هاني زي ما انت بتقول في اعلى مستوياته بصراحه يعني وده اللي هيخليني بقى اساله عن عن موضوع التاجيل بقى موضوع تاجيل المباراه النهائيه شايفه دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي ضد مصلحه النادي الاهلي كان المفروض تلعب وانت في اعلى فورمه بدنيه ونفسيه ومعنويه كمان ولا لا يعني رب دارة النافعه يعني هي الحاجات دي بتبقى يعني ممكن الحسابات تتغير يعني لا هو انت بالعكس انت عندك اصابات بتبتدي ترجع ان شاء الله في الوقت ده انت الحمد لله حتى لو الماتشات بعيده شويه انت فورمه يعني انت موجود وفت وقريب من الفورمه بالعكس انت ضغطت قوي في الفترات بتاعه الماتشات كنت محتاج تاخد فتره راحه فانا شايف بالعكس يعني اذا كانت المباراه هتتاجل او لا ده كله مش هيفرق على المستوى الفني بتاعنا مش هتاجل هي الفكره ان احنا كنا ماشيين بشكل اكتر من رائع وانت عارف بالزبط. وانت لعيب كوره وعارف طبعاً. وحتى المدربين لما انت يعني بتكسر رتم الاداء شويه بتبقى في عمليه خوف ان اللعيب يتراجع شويه في الاداء فطبيعي جدا ان كان في علامه استفهام يا ترى ده افضل ولا اوحش لكن من خلال رؤيتنا الفتره اللي فاتت الحمد لله النادي الاهلي ماشي حتى لعبته على مستوى المنتخب مصر بالزبط. في اعتقادي كانوا بيأدوا بشكل اكتر من رائع يعني انت بكل اللعيبه اللي لعبت النهارده مع منتخب مصر واللعيبه اللي لعبت مع منتخب مصر الاولمبي لعبتنا مثلا عندك صلاح محسن ناصر ماهر اكرم توفيق احمد ياسر ريان كلهم اجادوا بشكل كبير جدا ففورمه ما شاء الله عاليه يا رب ان شاء الله ناصر ماهر ما شاء الله عليه بشكل كويس روعه ولعيب فني على اعلى مستوى وبصراحه اضافه كبيره للنادي الاهلي لجوه واتمنى ان شاء الله ان يبقوا ليه مكانه وهتبقى المنافسه موجوده في الملعب وده كويس لان دايما اللعيب ما فيش حاجه اسمها لعيب احتياطي ولعيب اساسي في فريق كبير طبعا طالما انت موجود في فريق كبير يبقى انت لعيب كبير بس يعني دايما هتطلب في اي وقت لازم تأدي لان امكانياتك عاليه لو امكانياتك مش عاليه مش هتبقى موجود في الفرق الكبيره
حقيقي. ونفتكر كمان محمد شريف ونفتكر صلاح محسن. محمد شريف على فكره لعب كجناح النهارده كابتن حسام، لعب جناح، لعب ده جناح ده اصلا هو بيلعب جناح في انبي، لكن ناس اتعودت انه يلعب شادو سترايكر او راس حربه واحرز اهداف كتير. فده جزء كمان مهم جدا انك جايب لعيب بيلعب في حتتين مهمين جدا، اللي بيلعب جناح يمين او حتى كمان او فرد حرب صريح ومتالق بصراحه. دي بصراحه امكانيات عاليه. انا هاني محمد شريف لعيب صغير ولعيب موهوب وامكاناته عاليه جدا، وان هو جيت في مركزين بالذات في قلب الهجوم، لان انت كنت محتاج حد في المركز ده. صحيح. وموسيماني ليه رؤيه فنيه بصراحه بحسده عليها، لان هو الراجل قال لك هات لي الناس الصغيره كلها بره. فالراجل بصراحه بيفكر صح، شاف امكانيات اللعيبه كويس وبص عليهم كويس، ما قالش كده من فراغ يعني. طبيعي طبعا بالظبط. فاللعيبه بصراحه اللي جابها كلها هي اصلا هي فنيا عاليه جدا. صحيح. والدليل اثبتت ده النهارده ناصر ماهر قدام منتخب البرازيل، شوف عامل ازاي. عندك صحيح اكرم توفيق عامل ازاي، عندك محمد شريف النهارده عامل ازاي، صلاح محسن عامل ازاي. فالحمد لله العناصر رجعت كلها على اعلى مستوى، ولاعيبه كمان منتخب. صحيح. النهارده كمان تالقت المنتخبات العربيه الافريقيه ضد المنتخبات الاجنبيه الافريقيه. يعني النهارده السودان فازت على غانا، المغرب فازت النهارده على افريقيا الوسطى، ويعني النهارده حتى فكره ان المنتخبات العربيه الافريقيه تتالق النهارده، فده شايف سر التالق ده ازاي؟ حتى الجزائر، والجزائر كان امبارح الجزائر تعادلت امبارح 2-2 بس هي خلاص هي صعبه تصدرت المجموعه. يعني هي قريبه من تحقيق الانجاز المصري، بس يعني ان شاء الله ما تحققش كده. ولا نحن يعني هو منتخب قوي جدا الجزائر جدا بصراحه. دايما بيحصل لك دايما في منتخب بيبقى في كمال في فتره كبيره، بياخد شيء من الكمال في الفنيات والتنظيم والتجانس بين اللاعبين والمدير الفني، فبيبقى في قوه من اللعيبه ولاعيبه محترفه كلها على اعلى مستوى يعني. ده بالنسبه لمنتخب الجزائر. المنتخبات العربيه يمكن دايما بتادي في البطولات الافريقيه اذا كانت على مستوى الانديه او المنتخبات بشكل كويس جدا. الحمد لله يمكن احنا متسيدين افريقيا كنادي اهلي دايما الحمد لله في البطوله الافريقيه. والمنتخب الحمد لله نفس الكلام. فالمنتخبات العربيه دايما مميزه، احنا بنعرف نجيد اللعب مع الافارقه اذا كان الفرق الافريقيه يعني اذا كانت خارج الارض او داخل الارض. ده حقيقي. يمكن ده اللي فاد المنتخب. يمكن كابتن حسام البدر النهارده تعامل مع هذا الموضوع بشكل دقيق، لان دايما هو قفل دفاعاته بشكل كويس وبتعمل الكاونتر اتاك. انت تقول لما كانت هنا الماتش الاخير اللي عندنا عاملين زون ديفنس قدام ال 18 واقفين كلهم، فعاملين لك زون ديفنس وهم اقوياء وعندهم، وانت ما كانش عندك برضه حته التجانس بين اللعيبه، كان في بطء في الاداء الى حد ما، فبقى عندهم الحلول هم بالنسبه لهم هو الدفاع عمل الاحسن قفلوا عليك. بالظبط. فهم هناك حاولوا بقى يهاجموك. طيب. فطبعا انت عندك الحمد لله لعيبه على اعلى مستوى، في سرعات، في مهاره، في حلول فرديه عاليه، والحمد لله عندك محمد الشناوي ربنا يحفظه طبعا وقفش عملوا الفارق بالظبط. يعني خليني اقول لك كمان رجوع قرار وجود كاس العالم للانديه، واحنا كنا عارفين يمكن من شهور ان ما فيش كاس عالم للانديه، لكن النهارده الفيفا بيقرر انه ان شاء الله في فتره من 1 فبراير ل 11 فبراير كاس العالم للانديه. ده كمان يا شريف دوافع وحوافز جديده ان شاء الله لفرقتنا انها ان شاء الله باذن الله تكون بطل افريقيا وتمثلنا للمره اعتقد المره الثالثه او الرابعه ان النادي الاهلي بيكون في كاس العالم للانديه. ده حقيقي، لان انا الحمد لله كنت متواجد في اليابان في كاس العالم للانديه، وكنت متواجد في المغرب في كاس العالم للانديه، لان انا حصلت الحمد لله 2012 و13 على البطوله الافريقيه، فكنت موجود هنا وموجود هنا. اللعيبه لازم تعرف ان كاس العالم للانديه ده حاجه ثانيه خالص، تحس ان انت في ليفل مختلف، مختلف طبعا، معامله مختلفه اكنك كاس العالم بالظبط. طبعا بجد طبعًا. ان اي دوله بتروح عشان تنظم بطوله زي دي بتبقى على اعلى مستوى، فانت حقيقي هتروح هناك اولا هتحط اسمك في التاريخ. ده حقيقي، خلاص سطرت تاريخك، انت راجل بقيت السي في بتاعك موجود حاصل على بطوله افريقيا. انت بتتكلم اهو دلوقتي بتقول حصلت على كاس العالم للانديه مرتين. فانا راجل موجود شاركت في البطوله دي هنا وهنا، كنت موجود معاهم هنا وهنا. هتحس ان انت مختلف تماما عن اي حد. بطوله كبيره لازم اللعيبه تفهم انت تكسب ان شاء الله البطوله دي، في كاس عالم للانديه، في نقله ثانيه ليك، اسمك اتحط في التاريخ، بقيت ضمن المجموعه اللي موجوده ان هي شاركت كاس العالم للانديه. هي اصلا كل مشاركاتها لسه كاس العالم للانديه دي لسه قريبه. صحيح، مش هي بطوله مش جديده، بطوله حديثه. خلاص، فدي انا اتمنى ان اللعيبه لازم تحط في اعتبارها، دي هتبقى دافع كبير ليهم ان شاء الله برضو، وحافز كبير ان هم يقاتلوا ان شاء الله على الحصول على التاسعه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بس ما تقولش التاسعه بس عشان الجمهور قول افريقيا يا اهلي. افريقيا ان شاء الله باذن الله رقم 9.
انا بسميها الجوهرة السمراء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن شريف، شرفتنا النهارده. ولو كلمة حابب توجهها النهارده للاعبتنا لعيبة الاهلي واحنا خلاص يعني على ابواب النهائي الافريقي. لا هم لعيبة الاهلي كلهم يعني انا كنت دايما متواصل مع قفشة حتى اليومين اللي فاتوا دول، طبعا كان كل تركيزه على المنتخب وبعض اللاعبين، ممكن وليد سليمان اتصل معايا على طول. لعيبة الاهلي على قد المسؤولية، مش محتاجين حد يتكلم معاهم. لعيبة النادي الاهلي عارفين قيمة النادي الاهلي وقيمة الفانلة الحمراء، دايما هيبقى فيه قتال غير طبيعي، ودايما النادي الاهلي لما بينزل في بطولة هيموت نفسه في الملعب، واللعيبة عارفة يعني ايه بطولة ويعني ايه تعني لجماهير النادي الاهلي وتعني ليهم هم شخصيا. فاتمنى ان شاء الله الحصول على البطوله الافريقيه دي، مهم جدا لينا كلنا، بالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اما الان فاليكم، انت بتتكلم بتتكلم يعني طبعا النهارده لا طبعا يعني الفقره اللي كل الناس بتستناها كمان يوم الثلاث ده، عندنا فقرة مهمة جدا مع عمرو البنوبي وكمان عمر البنوبي، وكمان فقرة خط أحمر. خط أحمر يعني من البرامج الواحد بيستمتع بيها، واتنين نجوم بيقدموا محتوى أكتر من رائع، بنرحب بيهم. مساء الفل عليكم يا فارس. فارس مبروك يا فارس. الله يبارك فيكم وبشكركم جدا وقبال عندكم. لازم فعلا طبعا فارس لسه عريس جديد بقاله كام يوم. مبروك يا عريس. كان تأجيل لدواعي امنيه زي الحاج عامر حسين كده، بس الحمد لله رجعنا بقى تاني. كلك نشاط، كلك نشاط، كلنا نشاط. اهلا بيك كابتن هاني، واهلا بيك يا سهام. اهلا طبعا بكابتن شريف عبد الفضيل. ان شاء الله كل الامنيات ان احنا نحقق اللي بعد الثامنه، يعني نقول لا تسعه يا رب. ايوه حلوه دي، اللي بعد الثامنه. بس بما ان اللي بعد الثامنه، بما ان كابتن شريف عبد الفضيل موجود، وبما ان الكابتن هاني رمزي طبعا ايقونه خط الدفاع، اكيد يعني محتاجين نعرف راي حضراتكم في صفقه بدر بنون، لان البعض حاول يقلل الصفقه دي، فاعتقد اكتر اثنين ممكن يفيدونا عن رايهم في صفقه بدر بنون تحديدا فنيا. خلينا نتكلم طبعا. احنا بدر بنون من اللعيبة المميزة جدا جدا، ودايما ولازم الناس تعرف ان خط الدفاع دوت او السردباكين بمعنى اصح لازم تكون فيه مواصفات مختلفة ما بين الاتنين اللي بيلعبوا جنب بعض. يمكن اهم ميزة، وكان يمكن معانا الدكتور احمد ثابت في فقرة مميزة جدا جدا هنا في البيت الكبير، ولغة الارقام ولغة الحسابات ولغة الفنيات بتقول ان هي صفقه ان شاء الله صفقه على مستوى عالي جدا. بدر بنون بيتميز بجزئيه ممكن ما تكونش متواجده في سردباكين النادي الاهلي، يعني متميز بنوع من انواع انك بتبني هجمه من تحت بشكل افضل شويه، تمريراته اذا كانت طوليه او قصيره على مستوى عالي جدا، عنده نوع من انواع الطول شويه طويل، بيلعب بدماغه بشكل كبير جدا، ويمكن دي مميزات بجانب طبعا سرعته بشكل مميز. دي جوانب مش هقول لك مش موجوده مثلا في ياسر ابراهيم، لكن جزء كبير منها بيتواجد في بدر بنون. بدر بنون اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي، واهم حاجه كمان ان بيبني من تحت، ودي سياسه موسيماني، يعني طريقه لعب موسيماني بتتسم انك لازم الظاهرين او لازم السردباكين يبنوا من تحت بشكل كويس، ممكن يقطع الكوره ويسلمها بشكل افضل. وكمان من مميزاته عشان تكونوا عارفين انه حوالي 85% من التحاماته الارضيه بيكسبها بدون فاول، يعني من غير ما يعمل اخطاء، فده رقم هائل جدا. كل اللي نتمناه ان شاء الله انها تكون صفقه ان شاء الله على المستوى المطلوب، ويكون اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله. يا كابتن هاني كنا طبعا حابين نوضح وجهه نظرك، لانك اكيد طبعا ايقونه في المركز ده. أوكي. وطبعا بنشكر كابتن شريف عفضيل. كابتن شريف وشه حلو طبعا. الهدف بتاع دور ال 16 في كاس مصر، القنبله دي نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في لاعب في الاهلي عنده نفس الثقه اللي تخليه في مباراه زي دي يقدر يسدد تصويبه تاريخيه. اعتقد عايشه هي اللقطه الخالده الكابتن شريف عبد الفضيل، دايما بنفتكره بيها، وان شاء الله يكون وشها حلو علينا باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. نشكركم الله. وكابتن شريف بيشكركم كمان، شكرا جزيلا ليكم، وتفضلوا اتفضلوا. احنا نطلع لفاصل. لا نبارك لك الاول يا عم. عايز تبارك لي انا تاني؟ انا ده مباركه مخصوص، ان ده انت انتيم طبعا. شعور ايجابي يا احمد، وكنا حاسين ان كمان فرحه اهلاويه عملنا. احنا اجلنا الفرح، كان تاني يوم النهائي اتاجل فغيرنا الميعاد، بس ان شاء الله باذن الله نحتفل بالبطوله الكبيره اللي بتسعد كل الاهلاويه، عشان ان شاء الله باذن الله المره دي البطوله الاهلي مش هيفرط فيها ابدا ان شاء الله.
وباذن الله يا احمد باذن الله نحتفل هنا احتفال مش شبه اي احتفال كان داخل قناه النادي الاهلي، واكيد بنبارك لقناه النادي الاهلي طبعاً على الجائزه كافضل قناه، وسلسله تبقى مقدمه كمان لنجاحات مع اداره القناه الجديده باذن الله. نطلع لفاصل ونرجع عشان نبدا معاكم خط احمر. اهلا بحضراتكم من جديد وحلقه خاصه من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا عريس. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بالجمهور اللي وحشنا فعلا. بالتاكيد جائزه افضل قناه رياضيه طبعا حاجه تحمل كل العاملين في قناه النادي الاهلي المسؤوليه. طبعا بنبارك لكل المسؤولين اداره القناه واداره شركه لايف على الجائزه، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي ومزيد من النجاحات باذن الله. طبعا هو لا صوت دايما لا يعلو فوق صوت نهائي افريقيا، ولكن النهارده منتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي قدموا طبعا وجبه دسمه جدا لجماهير الكره المصريه. والحقيقه منتخب مصر لاول مره تحت قياده المدير الفني الكابتن حسام البدري يسجل اكثر من هدف، والحقيقه رباعي النادي الاهلي تالق ولعب مباراه بجديه كالعاده. وطبعا طول ما الاهلي بخير منتخب مصر بخير، اعتقد نتيجه مهمه جدا وضعتنا في صداره المجموعه وخلاص تقريبا شبه الصعود محسومه فارس بشكل كبير، ده غير طبعا منتخب مصر الاولمبي اللي بيفوز على البرازيل 2-1 بعد ما كان متاخر 1-0. اعتقد بدايه نتائج ايجابيه للكره المصريه منتظرينها من فتره، بس حابب اقف عند المنتخب الاول. اولا فكره الفوز خارج الارض اعتقد يعني ان لم تخني الذاكره من مباراه تشاد اللي كان سجل فيها باسم مرسي احنا ما كناش بنحقق فوز خارج الارض. ولكن المهم كمان زي ما انت قلت يا احمد، اكيد طبعا كل اللاعبين اجادوا حابين، احنا هنا قناه النادي الاهلي في النهايه حابين نقف عند لاعبين قبل المباراه النهائيه. لاعب زي ايمن اشرف النهارده بيلعب في مركز ما بيلعبش فيه من فتره طويله جدا بيتالق، وعلى فكره ايمن اشرف قدم اداء في رايي استثنائي لسبب كمان، ان محمد شريف ما كانش بيساند دفاعيا بالشكل المطلوب لان محمد شريف دايما بيلعب لعمق الملعب، فدي حاجه مهمه. كمان الشناوي اعتقد ايمن اشرف كمان التغطيه اللي كان بيعملها على عكسيه بشكل هايل حقيقي جدا. حقيقي كمان بنتكلم في الشناوي اللي ما كانت المباراه تخرج بالنتيجه دي الا في تالقه الاستثنائي، شخصيته، توقيتاته، الشكل بتاع حارس المرمى، وكمان صناعته الهدف، الجزء اللي تطور عنده بشكل رهيب ومستحيل يكون بالمصادفه حصل في الدوري اكتر من مره وبيحصل النهارده. كمان بنتكلم على قفشه، الهدوء، الشخصيه، التركيز، وده اللي بنتكلم وافتقدناه في المباراه الاولى، ان لاعب النادي الاهلي يكون موجود بالشكل ده ويكون بيلعب بالتيمبو العالي ده اللي خلى الفلسفه بتاعت الفريق كلها هجوميا تختلف. حتى المعار محمد شريف كان له دور هنا. حابب اقف عند حاجه يا اسامه قبل النهائي مهمه جدا نتكلم فيها لان البعض بيشكك فيها، شخصيه لاعبي النادي الاهلي. انت بتتكلم في مباراه خارج الارض، موقف معقد في التصفيات، بتلاقي لاعبي النادي الاهلي هم الاكثر حضورا، الاكثر شخصيه، الاكثر تركيزا، ودي حاجه مهمه جدا. بنؤكد تاني ان كل الفضل لكل اللاعبين والجهاز الفني، ولكن شخصيه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي ده اللي منتظرينه في النهائي، لان شخصيه اللاعب الكبير هي اللي بتحسم النهائي. اعتقد قفشه تحديدا، فارس انا عايز اقف عند قفشه تحديدا، مستواه الفتره الاخيره متميز بشكل كبير جدا، شفنا النهارده ازاي بيقدر يضغط ويستخلص الكوره وبيصوبها بشكل ممتاز جدا وبيسجل هدف. وكمان محمد شريف في اولى مبارياته الدوليه طبعا بيسجل هدف. الناس دي بتصنع اللي لعيبه كتيره جدا ونجوم كتير جدا بيتحدثوا عنهم في تاريخهم مع المنتخب الوطني، وتاريخهم هو هدف في المباراه النهارده. محمد شريف في اول مشاركه بيسجل هدف، لكن طبعا كل جماهير النادي الاهلي حابه تطمن على علي معلول منتخب تونس. الحمد لله كان في اصطدام بسيط ولكن قدر يكمل المباراه، ولكن المقلق لجماهير النادي الاهلي هو ديانج. الحقيقه ديانج كانت اصابته في الدقيقه 53، لكن هو طلع في الدقيقه 60 وكان واقف على رجله، في شفنا بعض اللقطات كان بيقدر يتحرك بشكل كويس. وان شاء الله خلال الحلقه لو في اي اخبار جديده عن ديانج، لكن الاخبار اللي حتى الان ان شاء الله الامور مطمئنه جدا، وهو اكيد خرج عشان راحه اللاعب لان الاصابه كانت في الدقيقه اول اشتراك كان فيها 53 ولعب بعدها اكتر من كره فارس. فبالتالي جماهير النادي الاهلي طبعا نفسها تطمن على ديانج، خاصه ان ديانج بيقدم مستوى متميز جدا الفتره الاخيره. قوه ضاربه دفاعيه للنادي الاهلي. حابين ناكد من بعثه المنتخب موقف ايمن اشرف جيد جدا، الموضوع عباره عن كدمه وبنسبه 99% ان شاء الله موجود في الفاينل قدام نادي الزمالك باذن الله. كل التوفيق للاعبي منتخب مصر، وطبعا كل التوفيق تحديدا للاعبي النادي الاهلي، ادوا مهمه وطنيه بشكل قوي جدا.
جديه معتدين عليها دايما من لاعبي ونجوم النادي الاهلي. طبعا ان شاء الله الرحله يعني هتوصل تقريبا صباح الفجر او الفجر هذا اليوم، يعني بقى ساعات قليله، واعتقد هيبقى في حجر صحي لمده يوم لنجوم المنتخب، عشان طبعا عارفين فيروس كورونا. اللي بنتمنى من هنا طبعا كل الشفاء للباشمهندس عادل القيع واسرته، ان شاء الله ترجع تنورنا يا باشمهندس وتنور شاشه قناه النادي الاهلي، وباذن الله نطمن على صحتك وكل محبيك من جماهير النادي الاهلي يطمنوا على صحتك وصحه الاسره. طبعا بنقول الف سلامه لطبعا زميلنا الاستاذ ابراهيم فايق، طبعا كان مر بواقعه صحيه والحمد لله بدعوات ناس وقدر يعود تاني، ومنتظرينه يعود للشاشه مرة أخرى بشكل مميز جدا، عشان إحنا هنا مش بنختلف على الأشخاص ولكن بنختلف مع آرائهم فقط لغير. فطبعا بنقول له ألف سلامة، وطبعا ألف سلامة للكابتن محمد صلاح والكابتن محمد النني، وبنتمنى إن شاء الله ربنا يحفظ الشعب المصري كله من وباء كورونا ونتخطى هذه المرحلة بإذن الله. نتمنى السلامة للجميع وجائحة كورونا العالم كله بيمر بيها. معنا النهاردة فقرة مخصوصة، ازاي نقدر رياضيا نتجاوز الفكره دي، وازاي نكون كاتحاد ومنظومه كره بالكامل قد الاختبار الجاي، لان المعايير الصحيه كلها اختلفت وبنشوف ازاي الدول بتاخد احتياطاتها. بس عايز اسالك سؤال يا احمد قبل ما ندخل في حاجه مهمه جدا تحكيميا، احنا بنعرف صفقات النادي الاهلي منين كتراث ربنا عليه داخل النادي الاهلي؟ من النادي الاهلي بعد ما بيتم الاعلان الرسمي عن الصفقه ويتم انتهاء الامور، النادي الاهلي بيعلن عن الصفقه رسميا من خلال طبعا اعلام النادي الاهلي. دي رسالتنا للجمهور، ما فيش صحفي بيقول في النادي الاهلي ده جه ده ما جاش، الصفقات الافتراضيه ما ينفعش الجمهور يتاثر بيها ويطلق احكام. النادي الاهلي شغال بمنظومه متكامله، هتعرف صفقاته من هنا او من المركز الاعلامي او من خلال صفحاته الرسميه، زي ما احمد جاوب بكل تلقائيه، لان ده اللي اتربينا عليه في النادي الاهلي، فما نخليش صحفي يودينا او يجيبنا باي خبر. بص، طالما ما سمعناش من مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي عن اي صفقه، مش من حق اي صحفي يتعامل على ان النادي الاهلي كان بيتعاقد مع لاعب او في اجراءات تفاوضيه مع لاعب والاهلي تراجع او اللاعب تراجع. الموضوع بالنسبه لنا مش سيناريو بيرسمه بعض الصحفيين او بعض المواقع. طبعا منتخب مصر احنا لسه بنقول اول مباراه يحقق فوز باكتر من هدف في تحت قياده المدير الفني الكابتن حسام البدري، لكن الحقيقه يعني كانت مباراه الذهاب تشمل بعض الاخطاء التحكيميه. نروح طبعا نشوف الاخطاء التحكيميه في فقره فار روم. مهم جدا واحنا داخلين على نهائي افريقي نلقي الضوء، واحنا بنتكلم من فتره طويله جدا عن التحكيم الافريقي تحديدا ومعاناه النادي الاهلي في بعض البطولات، وطبعا نهائيات تعرض النادي الاهلي لاخطاء تحكيميه، واحنا هنا بنقول احنا مش بنشكك في اي حكم ولكن بنتكلم عن مستوى او الاداء التحكيمي لحكام المباراه، لكن كمان يكون مستوى التحكيم كمان يصاب به المنتخب الوطني. لا، نطلع نشوف الكابتن بقى سمير عثمان عشان نرجع نعقب، عشان عندنا تحذيرات كثيره جدا على مباراه نهائي الدوري ابطال افريقيا. نشوف الكابتن سمير عثمان بيقول ايه. تريزيجي وقف الكوره، بعد كده هنلاقي في اصطدام وقع، الحكم شايفه كويس جدا، بس لما نيجي نبص على الاعاده هنلاقي تريزيجي اللعيب حاطط ايديه في وشه، الجزء الوحيد اللي في جسم الانسان اللي ما فيهوش حمايه هو الوش. يبقى في خطا، في اعاقه بالايد في وجه تريزيجيه، يبقى في ركله جزاء. الحاله الثانيه بتاعه تريزيجيه هتلاقي تريزيجيه واخد قرار انه يقع، بس فعلا فيها خطا، هنلاقي في خطأين، هلاقي في خطا تحت من القدم وفي خطا من جسم اللعيب. يعني كل عناصر ضربه الجزاء موجوده، ركله جزاء موجوده على توجه. يبقى الشكل ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي لما التيشيرت دي تطلع، ده في شده زي دي، في اعاقه، يبقى لازم في خطا على لعيب توجو، يبقى في ركله جزاء رقم 3. رمضان صبحي عندنا كره رمضان صبحي هيعدي، وبعد كده هتلاقي لعيب توجو هيشد التيشيرت الشده كامله لغايه خط ال 18، لغايه خط ال 18. لما نشوف الاعاده الشده اهي، بص رجل الشمال بس بس رجل الشمال وهو ما زال شادد الخط، في شده ظاهره من ورا، هيبقى دي ركله جزاء رقم 4 لصالح منتخب مصر، المفروض كان يحتسبها على فريق توجو. يعني اول ركله جزاء ممكن نعديها، طب الثانيه كمان نعديها، ماشي نعديها، طب ثلاث ركلات جزاء نعديهم، كمان اربع ركلات جزاء، مش ممكن يكون ده مستوى تحكيمي، ومش ممكن ان احنا نشوف الكلام ده ونظل صامتين امام اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي في تعيين الحكام، اللي واضح جدا ان في
يعني اخطاء تحكيميه فادحه بتحدث، وهنا احنا حذرنا مره واثنين وثلاثه، واتكلمت تحديدا عن تسامية الحكم الاثيوبي واخطائه الواضحه. بالنسبه لي كابوس، اه ده كابوس بالنسبه لي. كمان اتفاجئ ان تسامية بقى من ضمن اربع حكام مرشحين، وبنسبه كبيره ان ما كانش هو حكم الساحه هيكون هو حكم الفار. اعتقد بنطالب الاتحاد المصري لكره القدم، ده نهائي افريقي وانت المفروض تدافع عن حقوق الفرق المصريه، وطبعا النهائي اهلي وزمالك، فمن المفروض ان انت تتكلم في اداء تحكيمي عادل. تسامية تحديدا حكم له اخطاء فادحه، تسامية تحديدا ضرب بالقانون عرض الحائط في كرات وفي نهائيات، وده طبعا مش هنسمح بيه، وحتى لو تواجد في الفار فهنا الخطوره اكبر. يعني انت كحكم ساحه ممكن في خطوره، لكن حكم الفار يرجعك، لكن لما تكون انت بقى حكم الفار وارد جدا تتغاضى عن اشياء كتير، فهنا بنحذر من تسامية. ونتمنى الاتحاد المصري يحاول زي ما كل وسائل او المسؤولين عن الرياضه في مصر، وطبعا على راسهم معالي وزير الشباب معالي وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، اللي طبعا قدم مبادره مهمه جدا كلنا معاها، وهي مبادره ضد التعصب او لا للتعصب، وكلنا طبعا بنؤيدها. واحنا هنا البرنامج ده تحديدا سعيد جدا بالمبادره دي، لان انا وجهه نظري واكيد فارس يتفق معايا ان التعصب بينتج عن فكره استعراض معلومات خاطئه او كلام مرسل بدون دليل، واحنا هنا بنركز جدا على فكره ان كلامنا يكون معلومات صحيحه وبسند وبدليل. فطبعا بنشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، ونتمنى من اتحاد كره القدم، هو اكيد هيكون على قدر المسؤوليه، ويحذر الاتحاد الافريقي يا فارس من الحكم او اي تحكيم او اسناد اي حكم يكون عنده سوابق مع الانديه المصريه او مع منتخب مصر. استاذ احمد، انا عجبني حاجه انت قلتها، انت بتتكلم عن دور الاتحاد المصري في تعيين الحكم بتاع نهائي بين اهلي وزمالك، ده مهم جدا، لان ده كمان بيخلق اجواء تعصبيه. التحكيم الغير جيد اللي بيكون له ردود فعل بتشعر احد الفريقين بالظلم، غير لما انت بتخسر مباراه تحس انك عملت كل اللي عليك فيها، فده مهم جدا، ده من مبادره نبذ التعصب، ان كل حد يقوم بدوره، الاتحاد المصري يقوم بدوره في رصده لتعيينات الحكام. عشان كده انا عجبني جدا البيان بتاع الاتحاد. اولا لويس هاكسمانا الحكم الرواندي اللي كان بيحكم المباراه 41 سنه، حكم مش هتشوفه في اي مباريات كبيره. الاتحاد الافريقي بيعمل حاجه غريبه جدا، بينتقل مباريات. بمعنى ايه؟ في مباريات كانت سهله جدا في التصفيات، هو هيجي يقول لك انا مستحيل اوزع حكام النخبه على عدد كبير قوي من مباريات تصفيات افريقيا، لان العدد اكيد كبير من المباريات زي ما بنقول. ولكن في مباريات يا احمد سهله، وفي مباريات موقفها مش معقد. لا، مباراه مصر وتوجو اكيد كان موقفها معقد بالظبط نتيجه حسابات المنتخب المصري. وتخيل انت بتستشعر انك انت بتتظلم على ارضك، ده اللي خلى الاتحاد المصري ياخد خطوه استباقيه، وانا فعلا بحييه عليها، ان لو ده حصل معايا هنا انا ممكن ايه يحصل معايا هناك بالزبط. واعتقد البيان ده كان له دور كبير جدا في ان الاجواء تخرج في المباراه تحكيميا في توجو النهارده بشكل مثالي. فده دور الاتحاد المصري، ارصد وشارك. والانديه الاهلي والزمالك، الزمالك مش متضرر ان يكون في افضل حكم، والاهلي هكذا، فلازم الكل يجمع ان حكم مباراه النهائي في افريقيا يكون حكم عليه شبه اجماع ان ده حكم هو مؤهل انه يدير المباراه دي. الاتحاد المصري ابدى مخاوفه في بيان قال ان كان في ركلتين جزاء لم يحتسبا للمنتخب المصري، وان هو رصد هذا الظلم التحكيمي، وبيقول ان في مباراه العوده عنده تخوف. البيان ده كان له صدى مهم جدا، ان حكم المباراه النهارده كان منضبط الى حد كبير، وده اللي بنقوله لما بتقوم بدورك بشكل كويس، اعتقد بيكون ده ليه مردود، ونتمنى في الفتره الجايه يكون التحكيم بشكل مختلف. حاجه مهمه جدا دلوقتي جات لنا، زي ما احمد قال هنتابعكم والحلقه شغاله، ديانج نزل تويته ان هو جاهز لمباراه النهائي، وان هو سليم زي ما قلنا، لاعب من اهم اللاعبين داخل القاره، ان ما كانش الافضل في المركز ده حاليا من وجهه نظري. طب نهدى بس شويه، ان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا عيننا عليه برده ان شاء الله. طبعا دي كانت فقرتنا فار روم، اللي احنا وعدناكم من البدايه ان احنا نرصد كل الاخطاء التحكيميه، ولكن عندنا بما اننا بقى بنتكلم عن فيروس كورونا، طبعا عندنا بروتوكولات حصلت كتيرة جدا من اتحادات قارية واتحادات كمان إقليمية، ولكن هنروح نشوف بعين تانية. طبعا أزمة شهيرة جدا حصلت بين الرجاء والزمالك في الدور نصف النهائي، وكان كمان في الكونفدرالية موضوع فيروس كورونا، مباريات تتأجل، لا مباريات دي هتتلعب،
طبعا أثارت جدل كبير جدا داخل الكاف وداخل الاتحاد الأفريقي، فبالتالي كان لازم من إجراءات تحفظ حقوق الأندية والمنتخبات في المسابقات القادمة من موسم 2021. وبالفعل الكاف اشتغل على أربع محاور رئيسية. أربع محاور رئيسية كان أهمها هو فكرة القوائم وعدد اللاعبين. طبعا في مسابقات بتقدم فيها الأندية قوائم زي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وفي تصفيات، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كان بالنسبة للمحور الأول وهو محور عدد اللاعبين كان في زيادة عدد اللاعبين في القوائم ب10 لاعبين، بمعدل 10 لاعبين. يعني بدل ما أنت بتقدم القائمة بتاعتك 30 لاعب هتقدم قائمتك 40 لاعب، ده تحسبا لأي إصابات في فيروس كورونا. الأهم كمان أن لو أنت بقى بتلعب في التصفيات زي منتخب مصر أو أي منتخب أمم أفريقية أو كأس العالم، أنت خلاص بتسافر بعدد غير محدود وبتعمل البي سي آر، وبعد كده لما بتطلع النتائج سلبية يبدأ يشارك في المباراة. طيب أنا بما أني كاتحاد أفريقي وصلت لك قائمة الأندية لأربعين لاعب، طيب يبقى أنت هنا مطالب أن أنت تكون جاهز ب11 لاعب أساسي، منهم حارس مرمى واحد خلاص الأمر منتهي، وأربع لاعبين بدلاء. فأنت هنا لازم تلعب المباراة لأن خلاص أنا اديت لك قائمة 40 لاعب، فبالتالي أنا مش عايز منك أكتر من 15 لاعب. لكن النقطة اللي حابين نوضحها وبرضو يحصل تنسيق بين الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المصري ويخاطب بها الكاف، هي فكرة الانتقالات الشتوية. الانتقالات الشتوية لسه عايزين بشكل رسمي الكاف هيقفل الانتقالات الشتوية امتى، لان احنا الانتقالات الشتوية كاتحاد مصري من 15/2، الكاف هيقفل فترة القيد الثانية 31 يناير. فنتمنى يكون يحصل تنسيق، لان بالشكل ده يا فارس لو انت جيت عملت انتقالات شتوية مش هتستفيد بهم في القائمة الافريقية، لان هيكون خلاص القائمة الافريقية او الكاف قفل فترة القيد بتاعها. بالظبط يا احمد، هي منظومة من القرارات المتتابعة، يعني لازم احنا نبص. عشان كده احنا هدفنا في الفقرة دي احنا بنفتح مجال لنقطة جديدة خالص. انت بتشوف الكاف بيدي استثناءات، مدى قدرة الفرق على استغلالها هتفرق في حظوظك في البطولة القادمة. بالزبط. هتيجي تلاقي فرق هيئت نفسها وقادر يدخل بقايمة 40 لاعب وانت قيمتك محدودة، لان الاتحاد الاهلي عندك ما خدش نفس الخطوات على نفس النسق. كمان حابين نقول لكم امتى الفرق بالنظام الجديد تعتبر نتيجة جائحة كورونا او عدم قدرتها على المشاركة بالشكل الامثل تعتبر خاسرة. بعض النقاط تم توضيحها برضو، زي في حالة عدم قدرة أي فريق إن هو يشارك ب 11 لاعب منهم حارس مرمى زائد 4 بدلاء اللي هم ال 15، لو أنت ما قدرتش بعد ما الاتحاد الأفريقي وفر لك إن أنت تقدر تصطحب 40 لاعب تبقى خاسر لو ما قدرتش توفر الحد الأدنى اللي هو 15 لاعب. في حالة عدم قدرة أي فريق على السفر إلى البلد المضيف لأي سبب يعتبر الفريق خاسرا 2-0. برضو في نفس الوقت لو انت ما قدرتش تروح تلعب المباراة، وهنا ده درس في أزمة الرجاء. الرجاء بالظبط. احنا احيانا بنيجي نلاقي الخطاب الحكومي من دولة ما ان هو بيقول انا مش هقدر نتيجة البروتوكول بتاعي ان اللاعب يغادر البلد. هنا اعتقد الاتحاد الافريقي بيزيل اللبس ده، لان ما كانش فيه قاعدة منظمة في البطولة السابقة. لا، لو انت مش قادر تسافر تلعب نتيجة ظروف داخلية هتعتبر خاسر. ده الاطار اللي كان واضح. كمان اذا لم يستطع الفريق المضيف تنظيم مباراة او عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق اخر يعتبر خاسر. لو انت المباراة على ملعبك ومش قادر تحصل على الجواب اللي يخليك تنظم المباراة، ده اعتقد برضو ليه علاقة بالتأجيلات اللي كانت حصلت من عندنا، برضو انت هتتحمل نتيجة المباراة. الكاف كويس جدا ان هو بيشتغل ويخرج بالاطار الصعوبات اللي مرت ويبدأ يحط اجندة عشان يعبر بيها وما يتعرضش لنفس المواقف. وانا بحب ان فكرة ما عندك مشاكل تحاول تعالجها، وده اللي احنا اصلا بنعرضه عشان هنوصل لحاجة تانية خالص الاتحاد المصري يكون منوط القيام بيها. طبعا المحور الثالث كان محور التبديلات، وخلاص التبديلات حسب كل مسابقة، وهو قال ان الجولة الثالثة والرابعة هتتلعب بخمس تغييرات على ثلاث مرات زي ما حضراتكم شايفين، عدد بدلاء دون تغيير والسماح بخمس تبديلات في الجولة الثالثة والرابعة. عندك يا فارس المحور اللي بعده؟ حضور الجمهور. في حالة وجود موافقة أمنية على حضور الجماهير بنتكلم ان الحضور نتيجة جائحة كورونا ما يزيدش عن 50%. هو عامة قال لك ما فيش حضور جماهير، لكن لو في الدولة المضيفة هتقدر تحدد جماهير يبقى 50% من ساعة الملعب،
ده طبعا كان في الكاف. عندنا طبعا اتحادات اخرى زي الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي ايضا حصلت عنده ازمه شهيره، وطبعا حصل لفريق الهلال ازمه شهيره، فخد بعض الاجراءات وحط قواعد او عقوبات صارمه جدا زي ما حضراتكم هتشوفوها على الشاشه. ده طبعا بتعاقب اللاعب اللي مش هيبلغ اللجنه خلال 8 ساعات ب 10,000، وهتعاقب النادي كمان اللي هيكون فيه لاعبين سافروا او غادروا السعوديه ورجعوا من غير ما يحصل اعلام 10,000، وكل نادي هيتحمل مسؤوليه اجراءات الحجر الصحي للاعبيه، كمان في غرامه تصل ل 50,000 ريال، ويعتبر اللاعب اللي يشارك في مباراه ومنهاش مده الحجر حسب المده اللي اتحطها غرفه التحكم غير مؤهل قانونيا، وهيتوقف اللاعب مباراتين رسميتين. اجراءات فارس من الاتحاد السعودي وعقوبات كثيره جدا طبعا هنستعرضها عشان نوصل ان لازم يحصل تغيير للاتحاد المصري. كمان كان في مزيد من القرارات الحازمه من الاتحاد السعودي اللي بنتمنى ان احنا نسير على نسقها. قال ان كل نادي بيفرط في اتخاذ الاجراءات الصحيه اللازمه ويتسبب نتيجه الاهمال في تفشي الوباء يعاقب بغرامه ماليه لا تزيد عن 100,000 ريال، ويعاقب كل نادي فرط في الاجراءات الصحيه وكان سببا في تفشي الوباء بين اعضاء بقى فريق اخر غرامه ماليه لا تزيد عن 500,000 ريال، وحث الجميع على الالتزام بالتعليمات. وهنا هو حط كمان مسؤوليه على كل الفرق ان الاهمال انت بتدفع ثمنه، الموضوع مش مجرد ان في مجموعه من الضوابط التزمت او ما التزمتش متروك للاعبين او للاجهزه الفنيه. لا ده مش كده وبس، ده كمان الموضوع لو في لاعب ثبت ان هو مصاب بفيروس كورونا وشارك في المباراه بيتم حجره 21 يوم وكمان عقوبه 4 مباريات رسميه. طب لو هو ما كانش مشارك في المباراه هيتم حجره 14 يوم وعقوبه 100,000 جنيه على النادي، وطبعا ايقاف مباراتين. يعني كلها اجراءات بتتاخد عشان يكون في حذر ويكون النادي مهتم بلاعبيه ويكون الدوري السعودي متمر بشكل دون التعرض بقى لازمات كورونا وما شابه، يكون كل نادي واخد جميع احتياطاته يا فارس. وده اللي احنا بنقوله ان طالما الاتحادات شغاله، اللي الكاف شغال، الاتحاد السعودي شغال، كمان احنا محتاجين الاتحاد المصري يكون شغال، خاصه واحنا عندنا بعض المواقف اللي طبعا حصل عليها قيل وقال زي العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي. العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي بتخلينا نبص لبند مهم جدا في لوائح الخاصه بلجنه الانضباط. لو استعرضنا لائحة لجنة الانضباط المادة 25 والمادة 26، المادة 25 بتقول إن اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي والقواعد المنظمة اللي هي القواعد والمبادئ الحاكمة دي جزء من لجنة الانضباط وقواعدها داخل مصر. كمان العقوبات الأخرى الواردة في قوانين ولوائح الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي أيضا هي منصوص عليها داخل لجنة الانضباط، ودي إشارة مهمة إن إحنا محتاجين في بعض الحيثيات بما إن إحنا بنتكلم في لوائح منظمة داخل لجنة الانضباط يكون عندنا شكل أو فورمات بسيط جدا زي ما الاتحاد الدولي ماشي والاتحاد الأفريقي ماشي والاتحادات الأهلية ماشي يا أسامة زي ما هتوضح لنا. وزي ما هو الاتحاد المصري أصلا، الاتحاد المصري بيقول إن لو في أي اختلاف هنرجع للكاف والفيفا. طب ما بدل ما نرجع للكاف والفيفا ناخد الموضوع ونعمله بشكل شبه تمصير ويبقى معروف أي عقوبة أو أي خطأ عقوبته إيه، ويطلع بقى الكلام ده بحيثيات واضحة للجميع ويتم الرد على الجميع، وتتباعد المواد دي لكل الأندية. يعني ما ينفعش كنا نسأل هي ليه وصلتش النادي الأهلي، لا ده وصلت، لا ما وصلتش، لا أصل احنا عرضناها على موقع الاتحاد. لا يا ريت. طبعا بنشكر ليكم كل الإنجازات اللي بتحاولوا تعملوها طبعا على أقصاء الفار، ولكن لما يكون في بعض الأخطاء وبعض التخبط في بعض القرارات خاصة ما يتعلق بلجنة الانضباط لازم تكون الأمور واضحة عشان أي خطأ يكون يلزمه عقوبة. وكمان جايبين نموذج من الاتحاد الإماراتي عشان نوضح لكم الأمور عندهم بسيطة وسهلة إزاي، ومش عيب إن احنا نشوف الاتحادات الأخرى بتشتغل إزاي ونشتغل زيها. لو عرضنا صورة الاتحاد الإماراتي أو النموذج اللي عامله الاتحاد الإماراتي في لجنة الانضباط وإزاي بيتاخد العقوبة، أولا بيكون متحدد أسماء أعضاء اللجنة واسم الموجه اليهم قرار اللجنه او اطراف النزاع، وبتعرض ملخص الموضوع الازمه ايه وحيثيات القرار تشمل الرد على كافه الطلبات المقدمه. اي نادي اي لاعب هيقدم من خلالنا دي طلب معين يكون عندك الحيثيات دي رده بترد عليه، وانت طبعا التسبب القانوني للقرار والنصوص القانونيه التي استند اليها القرار. يعني لازم يكون العقوبه في خطا بترجع له، وطبعا نص القرار
وتوقيع رئيس اللجنة ونائبه. كل دي حاجات بنوضح ان احنا ناخد بالنا، لان كان في عقوبات بتقول لنهايه الموسم وما فيش في الكاف او في الفيفا عقوبه لنهايه الموسم لازم تكون محدده، يا اما عدد مباريات لا اما زمن او مده زمنيه. فطبعا حصل جدال كبير احنا مش عاوزين ندخل فيها فارس الموسم الجاي. اكيد يا اسامه، حبينا ناخدكم في جوله مختلفه، حابين نقول لكم الناس شغاله ازاي، حابين كمان من دورنا هنا يا اسامه ان احنا نوضح ان في شكل مختلف ومنظم لازم نمشي عليه، ولازم نقول لاتحاد الكره لازم تبدا بسرعه فيه. بس كمان بما اننا بعين تانية وبما اننا حابين نتكلم في حاجه مختلفه، احنا تجربه شبابيه، تجربه مختلفه اعلاميا، تكاد تكون مفيش تجربه مماثله ليها ان ناس خرجت من الجمهور بتقدم برنامج. فحابين كمان نتكلم في نقطة، إن اللي بيخلق التعصب، وهنا إحنا بنقول لكم كمشجعين صدقوني عمره ما كان رد الفعل وعمره ما كان الجمهور، ولكن في الأساس بعض التصريحات اللي بتخرج ممكن كمان ما تطولش الأندية بشكل مباشر، ولكن ما بتكونش مبنية على أي معطيات، ولكن مبنية على بعض المهاترات الإعلامية. نشوفها ونقول لكم الخلل فين. نسمع كابتن رضا عبد العال لما حب يتناول إعلاميا قصة الشرف المنتخب تناولها إزاي. نطلع نشوف ونرجع نقول. اللي انا قلته ان يبقى في كده طبق من فضه تحط فيه الشاره واللعيبه تروح تقدمه لصلاح. ده اقل حاجه يعمله. يعني ايه المشكله؟ ده اقل حاجه يعمله. وبعدين الراجل ده راجل مؤثر في فريقه ومؤثر في منتخب مصر. يا عم حمله هو المسؤوليه، خليه هو اللي يبقى في وش بس مفتح. خليه بقى حملوه المسؤوليه. بس انت دلوقتي من غير ما يبقى كابتن عمال تقول صلاح صلاح صلاح، طب ما تدي له الكابتن عشان نقول صلاح على حق. بالظبط. واخد بالك؟ انا حمله المسؤوليه وهو بقى ده ممكن يصرف من جيبه. طيب بس هو بينقلك في اماكن تانية. لا هيقف بقى يعني اللعيبة. انا بقول مثلا لبعض اللعيبه مش لكلهم ان صلاح يا عم اللي عاجبه يروح. لا لا سيبك بقى، لا اسمعني وربنا ما حد مؤثر. اسكت اسكت لاجل النبي، احمد زي ده احمد، هو صلاح اللي ربنا يعني مديله. فاحنا يعني كلعيبه المفروض يبقى عندها دم، ادوا الاشاره لمحمد صلاح، لان ما حدش بيتحاسب في الهزيمه غير محمد صلاح، في التعادل غير محمد صلاح. لو في لعيبه مش عاجبها كلامك يروحوا بتاريخهم بانجازاتهم. مين تاريخه مين؟ قول لي، هات لي واحد تاريخه. بس اهدى بس اهدى، هات لي واحد بتاريخه بقى زي صلاح. ايه ما في عندك النني وعندك حجازي وعندك عبد الله السعيد، ما لهمش تاريخ يعني؟ ايه يا كابتن رضا؟ ليهم تاريخ بالحب، احنا عايزينها بالحب مش مش بالخناق. انا بالعافيه. ايه؟ انا عندي اخدها بالعافيه. لا بالحب. لا لا بالموهبه عندنا وبالعافيه. عندنا محتاجين كل كلامنا في جزئين، جزء يخص المنتخب وجزء يخص النادي الاهلي وحق من حقوقه. كابتن رضا عبد العال بيناقش ازمه الشاره، او بلاش نصنفها اعلاميا كازمه، قصه الشاره داخل المنتخب. كابتن محمد صلاح اصلا ما لعبش في الماتشين، يعني انت متخيل اللعيبه اللي بتقول لازم يدوا الشاره بغض النظر ان يبقى ليهم راي، لعيبه غير مؤثرين ما لهمش لازمه، ما حدش ليه تاريخ. ده فريق بيوصف قبل مباراتين هامين جدا في مصير منتخب مصر، بيتم تناول موضوع الشارع اعلاميا بدل ما انا اجمع الفريق واتكلم في ان المفروض الفريق يبقى في اللحظه دي واحده واحده، بتكلم في ان اللعيبه باستثناء صلاح تقريبا ملهاش لازمه. هل ده تصريح اعلاميا ينفع يتقال؟ الاهم بقى جزء يخص حق النادي الاهلي. لا يا كابتن، ما ينفعش لاعب بيرتدي تيشرت النادي الاهلي يتقال انه ملوش تاريخ او ملوش لازمه او مش مؤثر. شفنا النهارده تاثير لعيب الاهلي، ومش الاهلي بس، ده حق اللاعب الزمالك وحق اللاعب المحترفين. النهارده تريزيجيه بيبعت له طياره خاصه من استون فيلا ترجعه انجلترا. فما ينفعش انا اكون بتكلم عن لاعبي منتخب مصر ولاعبي نادي الاهلي كمان اللي يخصونا بشكل ده، غير مقبول وشكل مهين، وده مش طرح اعلامي وده مش راي. والموضوع مع كابتن رضا عبد العال بوخ وتجاوز فكره ان انت تعلق، لا الموضوع بقى ظاهره اعلاميه احنا بنرصدها وبنقدمها لكل المسؤولين. بص انا عايز اقول حاجه، هو لو الكابتن رضا عبد العال كان توقف عند فكره ان انا من رايي كرضا عبد العال ان شاره الكابتنه يستحقها محمد صلاح ووقفنا عند كده، حقه تماما ووجهه نظره ورايه، لكن فكره ان انا عشان ادي صلاح اتعرض للاخرين هي دي الازمه او هي دي المشكله. والحقيقه يعني حابين نطلع بنموذج كويس حتى من اتحاد الكره المصري. طبعا صلاح نجم عالمي، نجم كبير، ميجا ستار، ولكن احنا مش عايزين نتحول فجأة لمنتخب ارجنتين بدون انجازات بدون تحقيق بطولات. صلاح في 2018 او في 2017 قدر يقود المنتخب بالفعل يصعد لكأس العالم، ولكن عندنا تحديات كتيرة وعندنا انجازات كتير مش هتتحقق الا اذا كل لاعب اتحط
في حجم باحترامه وبتقديره. طبعا صلاح نجم كبير، لكن عندنا نجوم منتخب كتير وعندنا نجوم لازم تشعر ان هي كمان مؤثره ودورها مؤثر، ده على مستوى المسؤولين. واعتقد فكره ازمه شاره الكابتن يعني ما كانش المفروض تحصل الازمه دي لولا الكابتن حسام البدري وحديثه طبعا مع بعض اللاعبين القدامى. الموضوع يعني لا دخل فيه صلاح ولا دخل فيه بعض اللاعبين، وبعدين شاره الكابتن فيه معروفه في المنتخب المصري بالأدمية. فكان الاهم لينا ان المنتخب كله كل لاعب يحس بقدره ويحس بشانه، لان منتخب السويد مثلا يا فارس صعد كاس عالم بعد استبعاد ابره، فاحنا عاوزين طبعاً كل لاعب في المنتخب يحس ان هو له دور مؤثر عشان نقدر نكمل باذن الله ونحقق البطوله الافريقيه الغايبه عنها. انا بحترم احمد الناقد الرياضي محمد سيف، كان ليه راي في الموضوع الشاره ازاي تناوله بشكل واضح وموضوعي. فاصل. عايز اقول حاجه مهمه، فاصل. انت لمست في ميسي فربنا معاك بقى. نطلع لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا في الاهلي خطة. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفقره المحببه فقره ريمونتادا. اهلا بكم. طبعا منصب مدير الكره في النادي الاهلي البعض حاول يقلل من شانه، والحقيقه منصب مدير الكره في النادي الاهلي هو منصب من اهم المناصب التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. يكفي ان انا اقول لك ان الكابتن صالح سليم كان مدير الكره في وقت من الاوقات، وهو طبعا اللي صنع فريق التلامذه واعتقد اثاره وبطولاته اللي اتحققت في الثمانينات ثم وصل لمنصب كرسي رئيس النادي الاهلي. كابتن حسن حمدي وطبعا ازمته الشهيره ودروسه واللوائح اللي حطاها، وطبعا مديرين كره كتير جدا جدا حتى الان بيتعلموا من الكابتن حسن حمدي، بالاضافه للعظيم الكابتن ثابت البطل. حتى لو رجعنا للتاريخ زي طبعا الكابتن علي زيور اللي في 66 اذاعه البي بي سي استضافته عشان يعلق على مباراه كاس العالم. فطبعا لما يجي بعض الناس تحاول تقلل من منصب مدير الكرة وطبعا من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيشغل المنصب الآن، فكان لازم يكون لنا فارس تعقيب ولازم يكون لنا رد، لأن ده منصب زي ما قلت كده تاريخي في النادي الأهلي. والله يعني أحمد أنت اتكلمت في نقطة، النادي الأهلي مر عليه في منصب مدير الكرة يعني شبه مدرسة خرجت أساطير، يعني هو المطبخ الإعدادي الإداري للناس اللي تركوا بصمة في نادي الأهلي خرجوا من الحتة دي، مروا من منصب مدير الكرة. فإحنا بنتكلم عن منصب شديد الخصوصية في النادي الأهلي، وكمان شخص في المنصب ده أعتقد هو كلاعب وكتاريخ نقدر هو يتكلم عن إنجازاته وتاريخه وإنجازاته تتكلم عنه. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي محقق 15 بطولة كمدير للكرة في النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذنك يا رب يوم 27 نوفمبر تكون البطولة ال 17، مش بس يعني بطولات 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، 7 دوري محلي، 1 كأس مصر، 3 سوبر مصري، يعني بطولات من مختلف البطولات يا فارس سواء محلية أو قارية. كمدير للكرة، كمدير للكرة تم اختياره تبعا لتاريخه كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي، وطبعا مش بس بيكفيك ان انت تكون لاعب كرة قدم في النادي الأهلي عشان تتولى المنصب ده، اكيد لازم يكون عندك شخصية وعندك سمات شخصية تؤهلك لتولي منصب قاعد على الكرسي ده ناس عظام جدا. اكيد يا احمد، وكمان لما انت تتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ لازم كل واحد يعرف قدره ويعرف حجمه ويعرف هو وصل للمنصب اللي موجود فيه ازاي. كابتن سيد كمان وهو كلاعب اعتقد كان مختلف. كابتن سيد كلاعب 14 بطولة، كاس سوبر افريقي، 6 دوري مصري، 2 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 كاس مصر، 1 نخبة عربية. وكابتن سيد في رأيي الشخصي هو لم يحقق كلاعب اللي يتوازى مع حجم موهبته في جو الكرة المصرية. لاعب بالنسبة لي كابتن سيد عبد الحفيظ من افضل اللاعبين اللي مروا وانا شفتهم في المركز ده. كابتن سيد عبد الحفيظ بدايته موسم 96 خد احسن ناشئ في مصر، الموسم اللي بعده افضل لاعب في مصر، مش افضل ناشئ، افضل لاعب في مصر. كابتن سيد عبد الحفيظ لولا الاصابات اعتقد كمان كان حقق تاريخ اكبر رقميا، لان هو كمان بطل الاعتزال مبكر. وامتى؟ ما هو مش قصه كمان اعتزال مبكر، هو الاعتزال في بدايه الفتره الذهبيه للنادي الاهلي مرورا بقى ب 2006 وانت طالع. هو كان موجود
في 2005 ولكن 2006 وانت طالع الفتره دي كابتن سيد مبطل 29 سنه كان تضيف له حوالي 15 بطوله جدا كان هيقدر يحقق ارقام اعتقد كان صعب يكون في لاعب اخر كان هيبقى بيحققها كابتن سيد عبد الحفيظ بيشغل منصب مهم في النادي الاهلي بيمثل النادي الاهلي قيمته من قيمه النادي الاهلي واي حد في النادي الاهلي من اول رئيس النادي لحد اصغر عامل في النادي الاهلي طالما بيقترن اسمه بالنادي الاهلي لما حد يتكلم عليه لازم يتكلم عليه بالقدر اللائق ويحفظ حقوقه ويعرف قدره مقارنه بيه كويس قوي. تأكيد يا فارس خاصه لما يكون الكابتن سيد عبد الحفيظ مساهم في 29 بطوله من بطولات النادي الاهلي مزيد من البطولات يا كابتن سيد ومزيد من البطولات لكل لاعبي النادي الاهلي وطبعا منتظرين البطوله الغاليه علينا كلنا وغاليه على جماهير النادي الاهلي وزي ما طبعا ما سمحناش بالتعرض لمنصب مدير الكره ولا للكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كالعاده بقى الفتره الاخيره وبقى لنا سنه او سنتين كل ما النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب على طول بتبدا سهام الانتقادات للاعب ده ومحاوله يعني احباط اللاعب معنويا فطبعا دورنا في قناه النادي الاهلي اننا نوضح ولازم اننا نقف جنب لاعبي النادي الاهلي وتحديدا الصفقات الجديده عشان باذن الله ربنا يسهل ويكتب لها النجاح معانا وتقدر تشارك في تحقيق انجاز شخصي ليها وتحقيق او المساهمه في انجازات النادي الاهلي وطبعا اللاعب هو بدر بنون اللي تعرض لبعض الانتقادات وكانت انتقادات صعبه جدا فحابين طبعا نشوف برضو من الكابتن رضا عبد العال نشوف قال ايه ونرجع نعقب. اقول لك على حاجه بس عشان الناس بس هتزعل مني. يعني بدر بنون اللي جايبينه ده النادي الاهلي واحمد بيكم احمد رمضان بيكم لسه بيكم ما خلصش رسمي مطالبين 15 احمد رمضان بيكم قد 100 زي بدر بنون واي حد في الحته دي بس خلي بالك بدر بنون ده لاعب خبره سيبك من ولاعيب دولي بص احنا شفناه لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف هو طويل وستايل على الفاضي انا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعيبه هنا ولعيبه كويسه وفهماك وعارفاك وعارف طبيعه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واروح اجيب واحد قليل عشان ان انا جايب لعيب محترف ما انا بقول لك هي دي مشكله الصفقه انت بتجيب لي الشو ولا للي انت محتاجه بطريقه الراجل اللي اسمه ماسوماني اللي هو بيلعب من ورا ويبدا الهجمه من الشناوي دلوقتي مع واحد زي بيكهام هيركب النادي الاهلي على اي فرقه في مصر وبره مصر ده هو جايب بدر بنون عشان دي يا عم ما بعرفش يلعب عشان بيستلم من تحت وبيطلع يا عم ده عامل زي احمد بدرفي قراص جاي اتمنى من الكابتن رضا عبد العال فكره الانتقادات ما تكونش لاذعه بالشكل ده ومحاوله التقليل من لاعب بالشكل ده كابتن رضا انت كنت لعيب وسط ملعب مهم جدا لعيب فنان استروه منك خلاص بانفراد وشفنا تعلقك مع النادي الاهلي فالمفروض لو انت بالفعل شفت بدر بنون كنت هتثني على صفقات او تعاقد النادي الاهلي مع بدر بنون الاهم يا كابتن رضا النادي الاهلي مش بيعمل صفقه ابدا عشان شو النادي الاهلي في احتياج للاعب وكل اللي متابعين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عارفه كويس جدا ان احنا محتاجين ندعم مركز قلب الدفاع وطبعا يعني القلب مركز قلب الدفاع في مصر ما فيهوش لاعبين كثيرين فالنادي الاهلي يقدر يتعاقد معهم الاهم كمان ان فريق زي ليفربول عنده نجوم وعنده خط امامي كاسح ولكن كان وجود فان دايك مهم جدا لتدعيم صفوف ليفربول لان يا فارس حتى في وجود موسيماني ومع لمسه بدر بنون اللي اتكلم عنها الكابتن هاني رمزي هو اعتقد هو يعني رايه يكون اكثر اتقانا لان هو لاعب في المركز ده ويقدر يقيم اللاعب ده بشكل كبير جدا اعتقد ان اصلا طريقه لعب بدر بنون مناسبه جدا لطريقه لعب موسيماني. بدر بنون في رايي السبب الاساسي لوصول الرجاء لنصف النهائي، بدر بنون من افضل المدافعين داخل القاره رقميا. توفيقه مع النادي الاهلي من عدمه احنا اكيد بنتمنى توفيق ولكن في النهايه في حاجه اسمها اطار الراي الفني احنا بنتفرج على جميع استديوهات في مختلف البطولات سواء استديوهات مصريه او غير مصريه الراي الفني معروف بقول ده عيوبه ده انما ده شبه كذا ده ما بيعرفش يتحرك ما بيعرفش يقف ده مش لاعب كره ده اللي برضه بنقول عليه ازاي ده هيتقال على لاعب في النادي الاهلي وما ردش وازاي اساسا كابتن رضا عبد العال اتعرض لتجربه قبل كده تم ايقافه فيها فتره وبرضه وكان احنا ما بنتعلمش من الدروس اعتقد الاكواد الاعلاميه الصادره في الفتره الاخيره
من ضمنها فكره الاساءه، ده بيدخل تحت بند الاساءه مش التقييم الفني. حضرتك قول زي ما انت عايز رايك الفني، ولكن حتى تشبيهه انت شفت تشبيه ده خارج كره القدم. انا مش عايز اتعرض للتشبيه ده، في سخريه وتشبيه صعب ومش مفهوم ان هو بيخرج على شاشه ضد لاعب كره قدم. ولكن هو اصلا من الاساس التقييم الفني اللي اتكلم فيه كابتن رضا عبد العال هو شاف بدر بنون. نطلع ونشوف كابتن رضا عبد العال نفسه قال ايه فيما يخص نادي الرجاء اللي بيلعب فيه بدر بنون. نشوف الفيديو. طيب ناخد توقعاتك بقى يا كابتن رضا عشان خلاص انا وقت. لا لا مفيش توقعات. الحلقه الجايه اقول لك التوقعات. ليه؟ لان ما شفتش لا الرجاء ولا الوداد. احنا بنتكلم على لعبتنا احنا الاهلي والزمالك، ما شفناش مين اللي فايق، مين الاحسن لعيب عندهم، مين الجبهه اللي شغاله، حراس المرمى اخبارهم ايه، كل الكلام ده. انما احنا بنتكلم على لعبتنا احنا، لعيبه الاهلي والزمالك، عشان دول كتاب مفتوح بالنسبه لنا. هو ما شافش الرجاء اصلا اللي بيلعب فيه بدر بنون، واعتقد صعب جدا يكون كابتن رضا عبد العال متابع الدوري المغربي، لانه مش فاضل ده، فاضل الترندات والكلام ده، انما مش فاضل متابعه الدوري المغربي. فاعتقد حتى الراي فني كان برضو نوع من انواع الفرقعه الاعلاميه. وعايز اقول لك حاجه، لان احنا بنربط باللي بنقدمه هنا قبل كده. لو تفتكر فقره الشناوي، انا لسه فاكر والله واحنا على الهواء جبنا محمد الشناوي، كابتن رضا عبد العال كان رايه ايه في لحظه مهمه جدا، كان لاعب محتاج الثقه، واتكلمنا اسامه انا وانت في ان الراي ده لو كابتن محمد الشناوي تاثر بيه ما كان ابدا ان هو يكون الحارس اللي هو عليه النهارده. الحمد لله. فنتمنى ان يكون نفس الراي بنفس الشكل بنفس المعطيات الغلط. لا هو الحقيقه يعني مش كابتن رضا بس اللي اتكلم او يعني حكم على بدر بنون، على صفقه بدر بنون، في ناس برضو اتكلمت، وحتى كانت في استوديوهات عربيه برضو مصريين بيتكلموا في استوديوهات عربيه عن قصه بدر بنون. نتمنى التوفيق لبدر بنون. بدر بنون صفقه مع احتمالات لا نجاحها اعلى، الحمد لله، اعلى كتير كمان الحمد لله من احتمالات فشلها. طبعا ياخد على الاجواء، وهو مهم جدا فيه ان هو شخصيه. لما يكون خط الدار عندك في علي معلول وبدر بنون، اعتقد ده دور مهم جدا، ووراهم الشناوي ان شاء الله. اعتقد هيكون فريق النادي الاهلي يعني سد ثغره كبيره جدا جدا عنده. طبعا مع طبعا كامل احترامنا لكل قلب الدفاع او خط ظهر النادي الاهلي بالكامل، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف وكل اللاعبين. طبعا نروح بقى للمباراه النهائيه، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله بنتمناها مباراه لن تخلو من الحماس ولا العصبيه، يعني يكون في حماس موجود لكن تخلو من العصبيه، ونتمنى يكون نموذج او روح رياضيه، لان المباراه دي طبعا هتتنقل على قنوات فضائيه كتيره جدا، وتقريبا العالم كله هيشوفها، لان دي البطوله الاقوى في افريقيا. فنتمنى من لاعبي النادي الاهلي ولاعبي النادي الزمالك ان هم يوصلوا رساله عن الكره المصريه، رساله نموذجيه. انا عاجبني جدا في معسكر المنتخب اللقطات اللي بتجمع محمد الشناوي ومصطفى محمد، لقطات جميله جدا، لقطات نتمنى تكرارها من كل لاعبين. نتمنى تكون المباراه في اطار من الحماس ولكن من الروح الرياضيه. لكن طبعا من حق كل ناقد سواء ينتمي لنادي الاهلي او ينتمي لنادي الزمالك ان هو يعقب او يتوقع المباراه. وطبعا احنا هنا بنقول ان المباراه صعبه جدا، 50% نادي اهلي 50% نادي زمالك، هتعتمد على امور كثيره جدا من ضمنها عامل التوفيق، وان اللاعب يكون في مستواه في اليوم ده. وطبعا نتمنى التوفيق يكون حليف النادي الاهلي، لكن البعض بدا يعقد مقارنات او يستدل على بعض النتائج ويهمش دور الدوري العام في فرز قوه النادي الاهلي وهو بطل الدوري. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. جميع مباراه ابو جبل كان يقص فيها، وكل الناس كانت بتديله 10 من 10 في جميع المباريات اللي لعبها. ابو جبل لما لعب مع الزمالك والشناوي مع الاهلي، ابو جبل اللي تفوق. هو انت مش فاكر ضربات الاهلي والزمالك يا استاذ عمرو؟ انا اكمل، انت في ضربات الجزاء كان ابو جبل افضل. يعني في ايه يا جماعه؟ ده لا يقلل من محمد الشناوي، على فكره ما بقللش من محمد الشناوي. تمام، محمد تمام. الشناوي حارس مرمى كبير وكويس جدا، وجهه نظر تحترم. محمد الشناوي كلين شيت، محمد الشناوي كلين شيت 25 كلين شيت في الدوري، افضل حارس في الدوري. كل حاجه الدوري، هو الدوري امال ايه يا جماعه؟ الدوري مش واحده بس. هو ليه الفريق اللي بيكسب الدوري بيجي يطلع في اي ماتش تاني يخسر؟ زي ايه؟ دي واحده بس. زي السوبر خسر الكاس بيخسر. استاذ عمرو، وايه السوبر اللي خسرته بضربات الجزاء يا استاذ عمرو؟ انت ليه يا مصري؟ يعني انت الدوري مش مقياس بالنسبه لك؟ لا مش بقول يعني الدوري هو مش هو المقياس الوحيد. لا هو الدوري هو المقياس الوحيد لتقييم مستوى الفرق في العالم، والفريق بطل الدوري هو الاقوى العالم. مين قال كده؟ في كل دوريات العالم. طب دقيقه واحده بس، احنا مش بنتكلم عن الدوري دلوقتي، عشان هو بيقول كلام غريب. معلش ممكن تركز معايا.
اعتقد بنتفق تماما ان الدوري معيار مهم جدا في كل فعلا دول العالم عن مدى قوه الفريق. لكن هو الاستاذ عمرو اتكلم عن فكره انا مش بقلل من الشناوي واتكلم عن ابو جبل وشوف ابو جبل المباريات اللي لعبها اداؤه فيها ايه. طب انت قيمت ابو جبل على اي مباريات؟ مباريات افريقيا فقط لا غير، ولا كمان دخلت مباريات الدوري؟ وطبعا احنا هنا مش بنقلل من ابو جبل ولا كمان بنتكلم عن فريق الزمالك الا بكل تقدير واحترام، وقلنا دلوقتي ان المباراه 50-50، لكن انت اتكلمت عن تقييمك لابو جبل من خلال مباريات الدوري. النقطه المهمه جدا ان بيتردد كتير في الاعلام فكره الزمالك اخر ثلاث مواجهات فاز على النادي الاهلي. طيب والله ما حصل في تاريخ لقاءات القمه ان الزمالك في التاريخ كله فاز ثلاث مباريات متتاليه على النادي الاهلي. وانا بطالب اي ناقد يراجع تاريخ مباريات القمه الرسميه سواء دوري او كاس او اي بطوله، مفيش ثلاث مباريات متتاليه فاز بيهم نادي الزمالك على النادي الاهلي، وان كان ده حصل للنادي الاهلي ثلاث مرات واربع مرات وسلسله خمس مباريات. لكن نروح لفكره الدوري العام، طب ما عايز تقييم مناسب تقيم عليه ابو جبل، تقيم عليه الشناوي، وتقيم عليه النادي الاهلي ونادي الزمالك، البطوله الافريقيه، دوري ابطال افريقيا، نتائج الفريقين، المباريات اللي اتلعبت 14 مباراه اهلي، ممكن نستعرض صوره 14 مباراه اهلي 14 مباراه زمالك. النادي الاهلي فاز في 10 مباريات وتعادل، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 واتهزم هزيمه واحده فقط لا غير. نادي الزمالك لعب وطبعا احرز 34 هدف واستقبل 7 اهداف. نروح نقف عند استقبال دي بس، الشناوي استقبل 7 اهداف، ابو جبل استقبل 9 اهداف. يبقى هنا برضو لو انت بتقيم على فكره الاستقبال والكلين شيت، الشناوي في البطوله الافريقيه افضل. ابو جبل وعواد اشتركوا في ال 14 مباراه دي. فوز الزمالك، الزمالك فاز 8 واتهزم 3 مباريات وتعادل 3 مباريات، يعني حتى الزمالك اكثر عرضه للهزيمه من النادي الاهلي. يمكن حتى الهزيمه اللي اتهزمها النادي الاهلي كانت مباراه الاهلي والنجم الساحلي في تونس، وكنا بنلعب ناقص لاعب اللي هو ايمن اشرف من الدقيقه 12 فقط لا غير. فلو احنا هنتكلم عن تقييم مستوى، ادي مشوار الفريقين في دوري ابطال افريقيا. لو بتتكلم عن فكره ثلاث مباريات، مفيش ثلاث مباريات، الزمالك فاز مباراه الدوري 3-1 ودوافع مختلفه عن النادي الاهلي اللي كان حسم البطوله، ومباراه السوبر بركلات ترجيح النادي الاهلي كان الكفه الاعلى. ومش هنتكلم عن مباراه الانسحاب، لكن دايما بننسى ان في سوبر في الدور الاول النادي الاهلي فاز فيه 3-2، بيتجاهلوها دايما فارس البطوله، بيتجاهلوها. وهي نظريه البيضه ولا الفرخه، نفس اللي اتقال المره اللي فاتت لما اتكلمنا، اتقال مين اقوى، الوداد ولا الرجاء في مواجهه الاهلي والزمالك؟ هم قالوا اللي بطل الدوري هو الاقوى بس. انما دلوقتي بطل الدوري مش هيبقى الاقوى، لان انت داخل على مواجهه بطل الدوري فيها فارق نقاط كبيره جدا، بيقابل الزمالك الوسيط بفرق كبير برضه، فاكيد طبعا هيبقى المعيار اخر. ده تناولنا داخل البطوله، بس حاجه مهمه كمان، هو اصلا المواجهات تاريخيا بين الفريقين، لو الدوري ما كانش مقياس تاريخي لتفوق احد الفريقين على الاخر، طب البطوله اللي هيلعبوا فيها دي الوضع ايه؟ الاهلي والزمالك وضعهم ايه؟ بنتكلم في 8 مباريات اتلعبت في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي فاز 5 مباريات من الـ8 وتعادل 3 مباريات، ولم يحدث ابدا ان النادي الاهلي خسر في دوري ابطال افريقيا من الزمالك، وان شاء الله ده لا يحدث. وبنتكلم في 15 هدف احرزه النادي الاهلي و8 احرزهم الزمالك. هنا بنتكلم حتى عن تفوق تاريخي يبين في المواجهه ما بين الاثنين في نفس البطوله شخصيه الفريقين ايه. زي ما بنقول بنقف عند التاريخ، اللعيبه بتستمد الثقه منه ولكن مش الغرور. والتاريخ لازم نعرف فيه، واحنا اللي بنقول مش الفيديو اللي بنرد عليه، لا احنا بنقول ان لازم نبقى عارفين ان الكل حاجه اول مره، فلازم اللعيبه تلعب، ان شاء الله باذن الله ده ما يحصلش ونستمر في سلسله التفوق. ولكن كمان مهم جدا، لو انت بتتكلم ان بطوله ما هي مقياس الفريقين، عمر ما كان الدوري مقياس، فنعرف كويس قوي ان الفرق كبير قوي داخل البطوله دي لصالح الاهلي تاريخيا يا احمد، وان شاء الله نحافظ عليه باذن الله. وطبعا في بعض التخوف لدى شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، وبيتقال دايما ان زمالك بيوصل او بيحاول على المروه محاولات اقل فبيسجل اهداف على عكس النادي الاهلي. والحقيقه اعتقد في مباراه الوداد ذهابا وايابا الامور كانت مختلفه، لكن احنا هنا رحنا لعدد محاولات في مباراتين للنادي الاهلي او دورين، دور الـ8 والدور قبل النهائي لنادي الاهلي والزمالك. طبعا الزمالك كان بيقابل الترجي والاهلي كان بيقابل صن داونز، فكانت محاولات الاهلي على المرمى كلها اجمالي 49 مقابل 33، لكن المحاولات اللي هي كانت على المرمى او الاون تارجت كانت 18 اهلي
18 زمالك، يعني معدل من 4 لـ5 محاولات اون تارجت لكل فريق لكل مباراه. النادي الاهلي قدر يسجل كام في الـ4 مباريات دول؟ 8 أهداف مقابل 7 أهداف. يعني لو جينا حطينا دقه تسجيل من المحاولات اون تارجت، النادي الاهلي 44% مقابل 38% لنادي الزمالك. طب ايه المشكله؟ المشكلة ان النادي الاهلي في بعض المباريات وتحديدا مباراة صن داونز اللي كانت في القاهرة كان بيروح للمرمى كتير، لكن محاولاته على المرمى كانت اقل. لكن مع موسيماني في الدور قبل النهائي، لما تعرف ان انت في مباراة الوداد في المغرب عملت 11 محاولة، كان 3 اون تارجت سجلت هدفين، وهنا برضه 11 محاولة، 5 اون تارجت سجلت 3، يبقى لازم تعرف ان في مدير فني شغال كويس جدا على دقة انهاء الهجمات. فدي رسالة لجماهير النادي الاهلي، ثق في لاعبيك واطمن، عندنا مدير فني مركز في كل كبيره وصغيره وفي كل تفصيله. واعتقد شفنا النهارده حتى او مع قدوم موسيماني دور مجدي قفشه اللي اختلف سواء على مستوى النادي الاهلي او حتى فارس النهارده الهدف اللي احرزه على مستوى المنتخب مش قفشه بس، كمان حسين الشحات ازاي الثقه بسرعه وفي انهاء الهجمه، وقدر ده كهربا في مشاركات زي ما احمد قال لكم. احنا كان عندنا عيب، وانا مقتنع تماما ان انت بتوصل كتير جدا للمرمى بس بتضيع كتير. والنادي الزمالك بالنسبه له الاحصائيه دي احنا مش جايبينها عشان ان احنا نقول سلبيه، لا ده ايجابيه. بس كمان التحول اللي حصل للنادي الاهلي يخص المدير الفني، بيركز بشكل مهم جدا على انهاء الهجمه، وهو ده اللي احنا بنطلبه من اللاعبين زي ما احمد قال لكم، التركيز. ولكن كمان زي ما شفنا فيما يخص معطيات بطوله افريقيا، التفوق للنادي الاهلي فيها واضح. كمان لو بنتكلم زي، مش هنقول بقى دوري او افريقيا، هنتكلم الفريقين بشكل عام، الفاليو بتاعه الفريقين وفقا للترانسفير ماركت، بنشوف قيمه الشرائيه او القيمه التسويقيه للفريقين. النادي الاهلي قيمته التسويقيه 28.25 مليون يورو، في المقارنه نادي الزمالك 24.20. يعني حتى على مستوى القيمه التسويقيه ليك كنادي اهلي، لا انت برضو فارق ومتفوق، وده بيعكس برضو ان انت القوه الشرائيه الاكبر داخل القاره والنسبه الاعلى كفريق انفاقا، ده برضو بيعكس حظوظك. واعتقد النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز مقارنه بانفاق باقي الانديه في افريقيا هم في حته تانية، وده سبب وصول 3 فرق للنهائي من ضمن 4. اتكلمنا عن دقه المحاولات، فكان مهم جدا نروح لهدافي البطوله دي. ولو استعرضنا الاسماء هتلاقي الهدافين اهلاويه خالصين، ده الاهداف الهدافين التاريخيين للبطوله دوري ابطال او البطوله الافريقيه. من مصر طبعا كابتن محمود خطيب 37 هدف، ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28 هدف، كابتن حسام حسن 27 هدف، كابتن محمد بركات 25 هدف. طبعا كابتن حسام سجل بعض الاهداف مع نادي الزمالك، ولكن الغالبيه فارس كانت للنادي الاهلي، وده برضو بيديك 17 انطباع. هدف مع النادي الاهلي و10 مع نادي الزمالك بالظبط، من 27، وده بيديك انطباع برضو عن فكره دقه المحاولات. ونتمنى ان شاء الله التوفيق. عندنا كابتن وليد سليمان هو الاقرب، 20 هدف ان شاء الله يقدر يحقق. انا عايز اقول حاجه بالمناسبه كمان، الهدافين الاجانب من الانديه المصريه في البطولات، شفنا رقم 1 على مستوى الانديه المصريه في لافيو برضو ب 18 هدف، ازارو الثاني ب 13 هدف، برضو الصداره اهلاويه. لو بنتكلم على حاجه ثالثه خالص، على فكره اكثر 5 لاعبين مشاركه في دوري ابطال افريقيا او البطولات الافريقيه بشكل عام للانديه برضو من النادي الاهلي. بنتكلم في كابتن حسام عاشور، كابتن احمد فتحي، كابتن وائل جمعه، كابتن شادي محمد، الاربعه دول من الاكثر لاعبين مشاركه على مستوى اللاعبين داخل الانديه المصريه. بنروح يا احمد لحتى الالقاب، عايزين نشوف وضع الاهلي مقارنه بالزمالك داخل افريقيا. النادي الاهلي بنتكلم عنده كام لقب يا احمد بالمقارنه بنادي الزمالك؟ نادي الاهلي حقق 6 كأس سوبر أفريقي، 8 دوري أبطال أفريقيا، 4 أبطال الكأس، 1 كونفدرالية، مقارنه بالزمالك 4 سوبر أفريقي، 5 دوري أبطال أفريقيا، 1 أبطال الكؤوس، 1 كونفدرالية. تفوق الزمالك 11 لقب افريقي، اخر لقب حققه من 18 سنة، اما النادي الاهلي اخر لقب حققه من 6 سنين، وهو على الصدارة بفارق كبير جدا. من 7 سنين، لان احنا بنتكلم على بطولة دوري ابطال افريقيا، لان نادي الزمالك حقق الكونفدرالية. ولكن ده كان مهم جدا نلقي الضوء على المباراة دي، نحترم نادي الزمالك، مباراة كبيرة، مباراة قوية، مباراة 50% النادي الاهلي 50% نادي الزمالك، محتاجين ان شاء الله كنادي اهلي يكون التوفيق حليف اللاعبين، وان شاء الله ان شاء الله نحتفل كنادي اهلي بالبطوله دي. ولكن في النهايه يهمنا جدا ان المباراه تطلع بصوره متحضره من لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك، وزي ما قلنا الحماس موجود ولكن الروح الرياضيه تكون موجوده.
نروح بقى لنقطة مهمة جدا وهي تناول إعلامي المختلف اللي بيحصل مع النادي الأهلي. فاكرين طبعا أزمة رينيه فايلر لما انتهى عقده مع النادي الأهلي، وطبعا النادي الأهلي قدر يتعاقد مع موسيماني في أقل من 24 ساعة، ولكن بعض الإعلاميين خرج وصرح تصريحات بكل ثقة إن فايلر وجوده هنا في القاهرة أو رجع للقاهرة ليتعاقد مع فريق بيراميدز. نشوف التصريح ونرجع نعاقب. هيرجع فين فايلر؟ هيروح بيراميدز؟ هل فايلر سيكون مديرا فنيا لبيراميدز؟ بقولها لكم وش اهو، الراجل ساب حاجته هنا وذهاب وعوده، فانا بجيب من الاخر، بجيب من الاخر. هل يكون فايلر مديرا فنيا لبيراميدز؟ ما هو حر خلاص مشي. الاهلي قال له سلام عليكم. مش الاهلي اللي مشاه؟ مش الراجل كان عايز يقعد والاهلي مرضيش والاهلي مشاه؟ هو حر يروح في اي حته خلاص، مش قصتنا. عشان بس ايه الكلام الكتير، بلاش الجمله الثانيه، يعني عشان ايه بلاش الكلام الكتير، لكن في حقائق، واما بقول كلمه بتقف في الزور وبعد شهر ولا شهرين بتنزل وبتتبلع وبتبقى زي الفل. ها انا لما سالت هل فايلر هيلعب مع الاهلي وهيكون مدير فني مع الوداد، ما الدنيا قعدتش اعتقد نادي بيراميدز تعاقد مع مدير فني، واعتقد مش رينيه فايلر، واعتقد يعني تقريبا رينيه فايلر ضحى بشنطه هدومه اللي كان سايبها عشان يرجع يوم الاحد، وبعد شهرين كلمه الحق بتقف في الزور. وده كان تناول اعلامي حابين او كنا شايلينه كده وحابين ناكد عليه، لاننا كنا عارفين في وقت من الاوقات طبعا شايلينه وحاطينه كده ستوك، لان عارفين ان ده مش هيحصل. وفكره التنبؤات بقى وفكره ان انا زعزع جماهير النادي الاهلي اصل فايلر راجع على بيراميدز، وفكره التقليل بقى من المدير الفني ومش هنقدر نجيب، اعتقد الامور الحمد لله مشت بشكل مناسب جدا. يا فارس اسامه انت بتقول تنبؤات، والله هي مش تنبؤات، انت عارف الوقت ده كان بتاع رمضان، يعني انت بتيجي بتحط كل الامور في بعضها، رمضان فيه تفاوض انه هيمشي زعزع. انت ما سمعتش زعزع؟ معاك في ده. سمعتها؟ لا معاك في ده فعلا. انت بتضغط على النادي الاهلي بشكل اعلامي ممنهج، واعتقد مهيب عبد الهادي عامل الدور ده بشكل واضح، وبنقول ان بقى مكشوف جدا وبقى الجمهور النادي الاهلي كله عارفه، واحنا هنا هنرصده كل ما يحصل، لان غالبا هي مش تنبؤات، هي فعلا حاجات متعمده ضد النادي الاهلي لن نقبلها ومش هنقع في الفخ، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بطل لدوري ابطال افريقيا عشان نخرس كثير من الالسنه، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه، ويظل النادي الاهلي خط احمر ان شاء الله.